تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. إذن أجدد التحية لكل المستمعين الكرام وكل المشاهدين بسرعة. الإخوة التي تتابعونا الآن أنا تنوجه لهم نفس التحية المتبادلة ونفس التقدير المتبادل، ونذكروا بأنه حنا تناقشوا الرياضة وكيف ما بغى يكون النقاش ديالنا تنتهي مع الربعة وتنعاودوا نسأنفوا بنفس الروح الرياضية. أنا بالنسبة لي البرامج الرياضية بحال مباراة في الملاكمة، حيت الملاكمة جوج ديال الملاكمين تيضربوا وتيسيل الدم وفي نهاية المطاف تيتعانقوا، لأن هذاك هو هذا هو باش يسميوها رياضة نبيلة من هذا الباب. هذا ما كاين ما أكثر من هذا النبل. شنو النبل؟ جوج ضربوا، يعني ضربوا الجرح في محلات أخرين تيدي للسجن، هادو اللي تيتعانقوا. هذه هي الرياضه النبيله، هذا هو الفهم مفهوم ديال الرياضه النبيله. لا ماشي نبيله حيت تعطي الكمال وجهه راه فيها النبل، لا، النبيله هي انه الناس دباز وضاربوا المباراه كامله، اللي النف ديالو مهرس، اللي عينو منفوخه، وفي الاخر تيتعانقوا. اذا كذلك البرامج الرياضيه اللي فيها نقاش وفيها خلاف تيكون بعد نوبات حاد، اعتبروها بانها بحال الملاكمه. في نهايه المطاف كل واحد يحتفظ بالراي ديالو، ما كاين حتى مشكل. غير في الملاكمه الناس تضرب بيديها، ما كاينش رجلين وشي حاجه الا في انواع رياضيه اخرى. حتى هنا يكون نقاش مبني على اننا تناقشوا الرياضه، ماشي خلفيات اللي بعيده على الرياضيه واللي تسيء النقاش الرياضي. اليوم سيدي غادي نتحدثوا، طبعا كاين اللائحة ديال الفريق الوطني، وانا تيظهر ليا الاكثر يهضروا على اللائحة ديال الفريق الوطني المغربي، ولكن كانوا عندنا يعني ثلاثة ديال المباريات بالامس، جوج تابعناهم شويه هنا وشويه هنا. المهم خدينا فكره على المباراتين، خصوصا بعد ما الجيش الملكي صبح متقدم 2-0، وانا ركزنا على النهضه البركانيه. والشوط الثاني اللي تابعناه تقريبا باكمله ديال الجيش الملكي في المباراة ديال السيدات مع فريق بايلسا كوينز من نيجيريا. إذا أول شيء نهنيو فريق الجيش الملكي، السيدات وصلنا للمباراة النهائية، لأنه حتى شي واحد ما كان تيظن بأنه في واحد الوقت تنعتبره وجيز، لأنه كرة اليد كرة القدم النسوية كانت عندنا شي حاجة ديال كرة القدم النسوية. الان ماشي غنقول وصلنا وصافي وغنقول ديك الاسماء ديال الفريق كبير كبير، لا، حنا في مرحله بناء كره قدم نسويه، والتي تزعمها الجيش الملكي، اللي تزعم المنافسات الافريقيه ب 85 بالنسبه للذكور، وفتح الباب وغيبقى دائما هو عنده هذا التميز على انه هو اللي حل هذا الباب اللي كان صعيب انك توصل. الان جاوا فرق اخرين وتجاوزوه، إذن كل يعني التقدير لفريق الجيش الملكي. بالنسبة للسيدات البارح الشوط الثاني لاحظنا واحد استيمة كبيرة ديال اللاعبات، صراحة كانت السيطرة شبه مطلقة ديال، لأنه كانوا خاسرين، ولكن لاحظنا واحد استيمة. علما إذا لاحظتوا غير من ناحية التركيبة الجسمانية ديال اللاعبات، اللاعبات ديالنا تيبان فيهم عنصر نسوي، لاحظتوا تيبان بأنهم عنصر نسوي. لاعبات النيجيريات واحد الوقت واحد جوج دخلوا دايرين بحال جوج ولاد، هما فتيات، ولكني الى باش نبينوا الى اي درجه الانتصار ديال البارح راه مهم، بمعنى انه مزيد من العمل، ونطلبوا الله لانه الفرق ديالنا الاخرين اللي تتنافسوا على مستوى الذكور يمشيوا حتى في هذا الباب هذا، ويدخلوا حتى هما يتنافسوا ويبحثوا، ما يقولوا شيء بانه حنا برك عندنا غير الفرق ديال الذكور، فرق ديال الاناث. كانت واحد السيمات الحارسه من اروع ما يكون، كانوا ناقصينهم بزاف ديال اللاعبات اللي اساسيات. صراحه داك الشوط الثاني تابعنا بواحد التشويق، و يعني ما علينا الا نهنيوهم على الشيء اللي قدموا باش يعطيونا مباراه نهائيه. والمباراه النهائيه ديال نهار الحد مع الثمانيه بدون شك انها غتكون مباراه ديال المسانده الجماهيريه، اللي يمكن عمر لاعبات الجيش الملكي ما شاهدوها. هذه مناسبة باش يحضروا، وهي باش تعطي الدفعة لكرة القدم النسوية. فمرة أخرى نهنيو الفريق ديال الجيش الملكي، والطريقة باش تعامل مع المقابلة، والطريقة باش بنى فريق، يعني الفرق ديالنا خصهم يبداو يشتغلوا. والنتيجة اللي جابها فريق الجيش الملكي راه ماشي وليدة البارح ولا اليوم، راه الناس خدامين هذه مدة.
اذا حتى حنا عاوتاني ماشي غير نديروا فريق اليوم وغدا نديروا البطوله وندخلوا عاوتاني حتى هما الفار وندخلوا في المشاكل والمؤامرات. لا نشتغلوا 3 سنين 4 سنين 5 سنين ماشي مشكل. المهم هو انه تكون عندنا اراده لبناء فريق نسوي بالفرق ديالنا الكبرى، يعني الفرق اللي هي مشهوره وراه عارفين راسهم شكون هما، يديروا فرق ديال النسويه وينافسوا بشكل كبير. ثم ندوز لجوج ديال المباريات. جيش الملكي حسن في المقابله كانت مقابله مزيانه، ضيعوا مجموعه من الفرص ولكن يبان بانه فريق مع مرور الوقت الامور غادا تزيد تحسن، لانه البارح ما كانوا شيء اخطاء خصوصا على مستوى الدفاع. الى فريق الجيش الملكي ما لعبش ادوار طلائعيه في كاس الكاف وفي البطوله وفي كاس العرش تنتسأل وقتاش يمكن له يلعب ادوار طلائعيه، لانه الان فريق متكامل وعنده عناصر في كرسي الاحتياط بامكانها تلعب رسمي في باقي الفرق، وهذا هو الشيء اللي تميز بعد نوبه الفرق. الفرق اللي تبغي تدير اللقب ديال البطوله ولا تمشي بعيد انها خصها دائما يكون عندها كرسي الاحتياط، وكرسي الاحتياط ماشي لاعبين من درجه ثانيه، لا المدرب خصو يكون دائما عنده الاختيار ما بين فلان وفلان، ما بين هذا وبين هذا، وهذا هو اللي تيخلي اللاعب لما تيدخل تيقول اودي انا لاعب رسمي ولكني راه كاي لا سبحان الله ضيعت او لعبت ماشي في المستوى راه اللي غيدخل في بلاصتي راه ماشي قل مني. ولما تيكون المدرب عنده كرسي الاحتياط خصكم داك الاشاره اللي تتكون شنو هي، ماشي نقول لكم سر ولكني هذا الشيء هذا تيعرفوه اللعابه اللي عاشوا هاد الظروف هذه. لما تيكون لاعبين ممتازين المدرب لما تيكونوا تيشوفوا المباراه والناس تلعب اللعابه تيشوفوا تيعرفوا شكون هو اللاعب اللي ناقص شكون هو اللي ممكن يتغير، الصطاف حتى هو تيشوف المدرب ردوا البال. المدرب لما بعد دوبا تيدور في الجهه اليمنيه ولا اغلبيه تيكون هو فواحد الجهه، اما في هو ديما تيكون في الجنب، اما غيدوس في الجهه اليسري يشوف اليسر ويشوف اليمين على حساب في الموضوع فين هو جالس. كاين بعد نوبات داك اللعاب اللي تيكون باغي يدخل تيبين له وجهه، انا موجود. وكاين المباريات اللي صعيبه لما المدرب تيدور وجهه تلقى تيحني راسه هو كاع خايف يدخل. هاد اللعابه اللي عند الجيش الملكي حتى واحد ما خايف، بحال اللي كان عند الفرق الاخرى اللي فاز بالبطوله حتى واحد ما خايف، اي انه اللعاب اللي دخل في الملعب عارف راسو بانه الا ما كانش مزيان غيخرج واللي غادي يعوضو غيكون بحاله ولا خير منه. اذا هذه هي الميزه ديال الجيش الملكي، 4-0 نتيجه كبيره وما كانش هناك اشكال. نمشيو للنهضه البركانيه. النهضه البركانيه احنا قلنا بانه التوانسه خبراء في بزاف ديال الحوايج، صحيح انه فريق النهضه البركانيه كرة في العارض ديال المدن، ضربات الرأسية ما كانتش مركزة، ضيعوا بزاف ديال الفرص، وإن كان الفريق التونسي في آخر لحظات المقابلة كان بإمكانه ينتصر لما انفرد أحد اللاعبين. اللي لاحظت بأنه الفريق كان يسيطر ولكن سيطر بشكل عشوائي. يعني فريق طاح في الفخ ديال اللاعبين التونسيين. شنو هو؟ تونسي واخا تفوقنا عليهم في بعض الضربات الرأسية ولكني تونس ما تلعبش معها كواري طوال، الكواري طوال ما يخدموش، تونس يمكن لك تقهرها باللعب القصير، اللعب القصير هو اللي تيقهر التوانسة، ما لعبناش اللعب القصير تنديوها ليسر اللي أكثرية مشات الكرة في الليسر ونقلبوا على لي سونتراج العاليين، المباراة كلها بهذا الشكل هكايا، وحتى المدافعين كلهم كرة طوال 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 طوال، مادام أنه هذه العملية ما نجحت شيء طلب من اللعابه يلعبوا كره قصيره، تضيع الاولانيه والثانيه والثالثه لانه المباراه كلها وانت تلعب كواري طوال. لا اعتقد بانه بن شيخه غادي يبقى حتى لهذه اللحظه هذه هو العنصر اللي غادي يتم الاعتماد ديالو، ما عندوش نجاحات بزاف، ما دارها شيء مع في هذا كاس الكاف لا مع الجديده ولا مع طنجه ودابا الان مع بركان. اللي كان صعيب هو انه احنا حاملين اللقب، بركان فايزه بالسوبر كوب الكاس الممتازه، وبالتالي تخرج بهالطريقه هكايا بعد النوبات لما تتشوف اشارات من الجمهور
كأنه الجمهور تيعطيك الشعور ديالو، وهذاك الشعور غالبا ما تيكون قريب من الحقيقة. البارح ما كانش الجمهور، ما كانش الملعب عامر، يعني ما كانش عامر بمعنى أنه بحال الناس ما بقاش عند هذاك الحماس للفرقة وما تيقينش. إذن إلا ما كانتش الثقة في اللاعبين من طرف الجمهور، كيفاش يمكن يكون عندهم حماس؟ حتى اللعابة البارح لما يشوفوا الملعب ما عامر شاي، يعني ما غنتحملش المسؤولية للجمهور لا أبدا. لا، أنا غير تنقول بأنه الناس عارفين بأن الفرقة ما تدورش، إذن ما دارت شي الفرقة. شنو يمكن يدار ما بين المدرب و إلا كان المدرب هذا هو الأقسام يمكن نعطي يظل إلا قبطناهم كلاعبين، خصوصا لاعبين ديال وسط الميدان، وبالله من اللاعبين المزيانين، بحيري مزيان، المدن مزيان، هذا على مستوى وسط الميدان. ما عرفتش شنو ناقص الفريق، واش كل واحد فيهم تيبغي يكون هو المايسترو ديال الفرقة، أو على كل حال ما تيبان لك ذاك الشرقي البحري تيضرب الراس مزيان، مهاجم ما خايبش، هاي الفحلي ما خايبش، هاي ما عرف شي حاجة في بركان، شي حاجة غير مفهومة. هادشي اللي غير يمكن نقول غير مفهومة. ما يمكنش ذاك الفريق بالركراكي بضايو، شنو هادو لعبة بكر هي اللي بالتجربة ديالو، ولكن الفرقة ما تدور شي. تنتأسفوا لأنه تقصينا مع الفريق التونسي وما كانش يعني أنه انتصر عليهم بالسلاح ديالهم. هما خبراء في تضييع الوقت، خبراء في الالتحامات، كل ما المباراة دخلات لواحد الشد كل ما هما تعجبهم الحال. المهم طحنا في الفخ والفريق ضيع التأهل. نتمنى غير ما يأثرش على المسار ديال الفريق على مستوى البطولة، والفريق اللي هذه السنين وهو تيلعب الأدوار الطلائية في كأس الكاف. جيو دابا اللائحة ديال الفريق الوطني المغربي لكرة القدم. أول شيء احنا كنا عارفين بأنه اللائحة غتعطي نهار 14، اللائحة نهار 14، اليوم تعطات اليوم، وبين من خلال هذا التقدير ديالي، لانه يعني التواريخ اللي تعطات خديتها من واحد الموقع اللي هو رسمي، بدل انه حنا هضرنا على انه بلجيكا غيعطيو اليوم، عطاو اليوم اسطوري البارح، داكشي يعني شبه رسمي. المغرب حتى هو كان من الناس اللي غيعطيو نهار 14، هذه غير جزئيه بسيطه ما عندهاش علاقه، غير الناس باش يعرفوا علاش قلنا 14، كيقول لا 14 عندكم خبر ماشي هي هذيك، لا الخبر اللي كان هو نهار 14، اللي كاين هو ان الفريق الوطني المغربي غادي يمشي نهار 13، بمعنى انه اللاعبين غيبقاو يجيو ابتداء مثلا من اليوم ولا من غدا. اذن غادي صعب على انه الفريق الوطني يسافر نهار 13 وحنا 14 عاد نعطيو التشكيله، ما عندها معنى، غير الوصول ديال اللعابه والاخبار ديالهم بانهم راهم تم الاختيار ديالهم والمجيء ديالهم غيبان. اللهم من الاحسن، هذا هو الفهم ديالي، ما تنقولش هذه راهي الحقيقه، واش لا تنقول هذا هو الفهم ديالي، لانه لما غتعطل من اللاعب يجي كاين اللي غادي يجيك غيلتحق مباشرة، حيت كاين اللي باقي غادي يلعب. إذن العملية باش تكون مضبوطة تعطات اللائحة، لأن بدليل أنه يعني الإعلان تم حتى البارح في العشية، ما كانش شي مخبورة هذه حتى البارح في العشية، تعطى اليوم باش يبقى الوقت اللي غايجي لهنا يجي غدا الجمعة والناس غتسافر. إذن هذا بالنسبة علاش تم التقديم. غادي نلقاو بحال البرازيل، 8 ديال المدافعين، 6 ديال اللاعبين ديال وسط الميدان، و9 ديال المهاجمين. هذا تيفرح بانه فريق يعتمد على لاعبين اللي في الخط الامامي غيكون شيء جيد. تنظن بان كل شيء عرف التشكيله، ولكن يمكن الناس اللي يكون غادي في السياره ديالو مسافر ما حلش الراديو، كان غادي هذه مده غادي شي مدينه بعيده، نعطيو التشكيله مره اخرى. الحراس كاين بونو المحمدي والتقناوتي. بالنسبه لبونو المحمدي فالامور كانت واضحه جدا، كانت اشكال ديال التقناوتي وزنيتي. يمكن زنيتي واحد السيد اللي بصراحه عزيز عليه تيلعب مزيان، ما كانش عنده الحظ في
اخر مقابله قبل مشو لكاس افريقيا تهرس من يديه. الان تنقول ما تنظنش بانه غيكون حيت اي واحد غايقول له تكناوتي زنيتي غيبقاو يقلبوا على شكون اللي عنده تميز. مشينا حتى المباراه الديربي وداك التصدي للضرب الجزاء والناس يقولوا هو ربح عليه يعني باش مشيو لهذه الدرجه هذه. قدر الله وما شاء فعل، جا داك التسمم فاذا به ولا زائده فاذا به ولا بانه عمليه صغيره. تنقول انا ممكن تكون هذه عندها مبرر والله اعلم، حيت ما عدينا المدرب ولا تيقول لا انا هذا الاختيار ديالي حتى ولا يكون مزيان. انا غير تنقول يعني يمكن يقول بانه ولا ونعيط لواحد وكان يعني مصاب، الناس يقول لا تيدرب ما بقاش عنده حتى شي حاجه. اذا هذه مساله غير هنا، هذه جزئيه بسيطه ولكن اللي مشى فيهم ما شنقول له الا اخترتي هذا واخترتي هذا راه اللي تيبغيو الزنايتي غيكون الزنايتي يمشي، وكون اخترنا الزنايتي لا التكنوتي ولا يمشي. على كل حال ما نديروش منها اشكال. بالنسبه للدفاع، قبل ما نقول الدفاع كاين هذيك العمليه ديال التسريبات، والبارح سمعنا بانه كاين هذا وكاين هذا واش بالهنده وكاين هذا، وعطى بزاف ديال السميات وهذه هي اللائحه. فاذا به خرجنا بلائحه كاين شي حوايج حتى شي واحد ما كان تينتظرهم، ماشي ما تينتظرهمش بمعنى لا، لائحه متوازنه ولكن حتى شي واحد ما عطاه في هذا في هذا في هذا في هذه اللائحه. طيب حكيمي، مزراوي، اقرد، سايس، هذا الرباعي الاساسي ديال اللي تنعرفوا حنايا. ثم كاين داري، اليميق، عطيت الله، بنون. في الوسط كاين امربط، صابري، املاح، اناحي، يحيى جبران، وبلال الخنوس. بلال الخنوس هذا واحد الوليد عنده 18 عام تيلعب فريق غانك ديال بلجيكا، موهبه مزيانه. يمكن تيشوف بانه حيت هو تيلعب وسط الميدان متقدم، 18 سنه في كاس العالم لعبوها شي شحال شي جوج ولا ثلاثه ما لعبوهاش كامله، لعب بولي عنده 17 عام وشي حاجه، ما عرفتش شكون اللي عنده 18 لعبوا على كاس العالم. ولكن هذا تيهضر لي انه واحد الموهبه مزيان، الا كان في كاس العالم دابا ويمشي سواء لعب ولا ما لعبش، على الاقل تتكون ضمنتي واحد اللعاب اللي يمكن يمشي لواحد النهار المنتخب اخر. ولكني ما تنظنش خداه غير هكاك لان اللعابه صغار موجودين تيلعبوا في اوروبا، ولكني يمكن شاب ان عندهم الامكانيات المؤهلات ما يسمح له انه يكون فريق الوطني. بالنسبه للخط الامامي كاين زياش، كاين بوفال، حارت، زلزولي، ابو خلال، شاعر، انصيري، شديره، وحمد الله. هذه هي المجموعه ديال 26 لاعب. مش غادي نلقى بزاف ديال اللعابه اللي كلهم كانوا تينتظروا بانه واحد الوقت ممكن يتعيط لهم. منهم شكون دابا اللي كاين؟ الاخوين ماي، ما كاين لا المدافع لا المهاجم، ما كاينش الكعبي، ما كاينش رحيمي، الحدادي، بالهنده، اضافه اللعابه اللي مصابين، ماسينا، لوزا، تيسودالي. فغير لو انه تيسودالي كان باقي حاضر و ماسينا ولوزا كان يمكن تكون اختيارات اخرى على مستوى لا الدفاع ولا من مستوى وسط الميدان. القانون كما قال الوليد الركراكي تيسمح الفريق على انه الا تصاب له شي لعاب يعوضهم واحد الخمسه ديال اللاعبين، وما ذكرش ما عطاش الاسم ديال هاد الخمسه ديال اللاعبين. قال خمسه ديال اللاعبين انه واش خمسه ديال اللاعبين ولا اكثر. المهم كاين لائحه ديال اللاعبين الاحتياطيين اللي يمكن لك تغيروا قبل ما تنطلق المقابله ب 24 ساعه، بمعنى انه هاد اللعاب هادو غادي يكونوا تيستعدوا يعني ما غير ما يديروا شيء بحال كيف ما كان ما يديروش بحال شكون هذا رابيو ديال فرنسا اللي كان قال لهم انا ما نكونش مع الاحتياطيين، ولكن هو غيمشي هذا العام لكاس العالم. اذا طبعا في النقاش مع المستمعين باش نعطيو يعني الراي ديال في هذه اللائحه هذه، غادي يكون هناك نقاش يعني كل واحد كتكون عنده يعني الراي ديالو. بالنسبه لي انا هذه لائحه متوازنه، فيها امكانيات تلعب بزاف ديال الاساليب ماشي اسلوب واحد. صحيح انه لما تشوف على مستوى الدفاع
الدفاع ديال الايمن والايسر عندنا ثلاثه ديال اللعابه اللي عندنا حكيمي وعندنا المزراوي وعندنا عطيت الله. بالنسبه للاخرين ديال الوسط هما اللي عندنا فيه يعني اللعابه كثار، هما اللي كاين فيهم اللعابه كثار يعني الثنائي اللي ممكن يلعب، وممكن انه واحد من هادو لاعبين ديال وسط الدفاع ممكن تستغل كمدافع ايمن مثلا لا قدر الله الا ما كانش مثلا المزراوي حكيمي بامكانه يلعب في اليسر، او الا ما كانش الا ما كانش شي واحد في يعني كاسميهم الا ما كانوش ديال المدافعين خص تلقى اولا الحل. حنا نطلبوا على الله على انه تمر الامور بسلام، وبالتالي ما نحتاجوش اننا نلعبوا شي واحد في شي مكان ما تيعطيش فيه بالشكل اللي غيمكن له يعطيه في المكان ديالو الاساسي. اذا غادي نقدم يعني الارقام الهاتفيه وناخذ الاتصالات ديال المستمعين بعد الفاصل. الارقام ديالنا هي 0526660066 0526660067 0526660068 اعيد 0526660066 0526660067 0526660068. اذا غندير واحد الفاصل ومن بعد نرجع غادي نتحدثوا على يعني ندير واحد القراءه في التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي. اجدد الترحاب بكافه المستمعين الكرام على اثير غادي بلس، انتم من دائما مع برنامج نقاش في الرياضه. تنقرا مجموعه من التعاليق. شوف بالنسبه لي الان في هذه المرحله هذه يعني الان التشكيله تعطات، غير باش نكونوا منطقيين مع نفوسنا، التشكيله تعطات تيخص كل واحد فينا ينظر لها واحد نظره ايجابيه. تنقول لا بغى يشوف واحد بغى ينظر لها نظره كل له الحق، يعني انا تنهضر على راسي، انا نظره ايجابيه لان تشوف فيها بزاف ديال الامور اللي بامكانها تعطينا اننا يكون واحد النوع من التفاؤل. التفاؤل الا مشينا بواحد الصوره اللي هي ايجابيه اكثر من صوره اخرى تيظهر لي غيكون في صالح الفريق الوطني المغربي. تيظهر لي بانه خصنا نكونوا يعني الان يعني مسلحين بواحد الطموح ونشوف اللعابه ديالنا انهم قادين يديروا شي حاجه. حيت صراحه يعني الا قريتي في اللعابه دابا تتقول بانه حنا اللائحه ديال 26 راه 26 خصها تخرج منها 11 يمكن واحد 6 ولا 7 معروفين، ولكن راه بالنسبه للخط الامامي باقي الان نحن في مرحله ديال ما عارفينش شكون اللي يمكن يدخل، ما عارفينش الامكانيات ديال اللاعبين حاليا. راه كاين لاعبين اللي مخوضين للاعتبارات كبيره جدا لانهم معروفين والاسم ديالهم اللي كانت ما تيلعبش، من حسن الحظ انه زياش لعب وقيل لعب المقابله. باقي اللاعبين كاين لاعبين اللي تيلعبوا كاين اللي تيلعبوا شويه كاين لعبوا يعني ما لعبوش، ولكن هذه هي المرحله ديال انه خص الفريق الوطني يلقى واحد النوع من المسانده. ما بغيتش ندخل شكون اللي خصو يكون، لانه الا غندخل في شكون اللي خصو يكون اذا شنو غتحيد؟ الا غدير شكون غتحيد؟ يعني ما بغيناش ندخلوا في هذا النقاش ديال التحييد، لانه الا جينا نقولوا فلان يتحيد احنا غاديين فريق وطني وغنقولوا واحد فيه خصو يتحيد. تيظهر لي بانه الا كان شي منتخب الا يعني انا بالنسبه لي وليد والسطاف ديالو راهم خدموا بشكل كبير باش يخليوا واحد نوع من التوازن، وحتى هذا المنتخب اللي كاين يكون عليه ما غنقولش اجماع ولكن الاغلبيه يكون تيقول لك في حقه يعني الفرقه يعني راه كاين واحد نوع من التوازن في الاختيار، واللاعب اللي مشاو ما كاينش شي واحد اللي واحد النهار كنا تنقول هذا اش تيدير هنايا، راه كاع اللي كانت عليهم ملاحظات راه ما كاينين شيء. على كل حال انا غنشوف النقاش فين غنمشي مع المستمعين الكرام، ونبدا مع السي مصطفى من مكناس. غير باش نتفاهموا راه تنذكر على كؤوس افريقيا وتنذكر على اللائحه، الا كان يعني شي واحد بغى يهضر شي موضوع مرحبا. سي مصطفى مساء الخير. سي سعيد مساء الخير. مساء النور. كيف ما قلتي خصنا نضرب بايجابيه، علاش؟ لانه صافي اللائحه تعنات. اللي كتعلن اللائحه صافي ذاك النقاش اللي كنا كنناقشوا معكم قبل ديال هذا يجي هذا ما يجيش، يعني مرحله وسالت دابا المرحله اللي غنشوفوا ايجابيه. صافي راه كانت اللائحه كان اللاعبين اليوم كيف ما قال لك 60% اللي كانت عنده راه كانت
بقات ديك شويه ديال الروتوس والمفاجاه ماشي المفاجاه العوده ديال الحمد لله راه المهمه تاعي الحمد لله راه كاين في المنتخب الوطني غير كيما قلتي باش نشوفوا بايجابيه تساعد خاصنا نمشيو نتفاداو داك النقاش ديال انتصار ديال فئه على حساب اخرى او هذا تحيد او هذا علاش ما نساوش بانه الاول مره يمكن في التاريخ ديال المنتخب الوطني المغربي غادي يمشيو ثلاثه ديال الكويريه غيصوبوا لنا المنتخب يعني كويريه من الطراز الرفيع راشد بن محمود ام زيد راه شارك في كاس العالم والد الركراكي وكذلك يعني هاد الناس هادو في واحد الظرف اللي هو قياسي تنظن بانه راه عارفين اش غادي يديروا وعارفين وزيد اللي زوين في هاد الشيء اللي ناكد الكلام ديالك هو انه عندنا يمكن اول مره غادي يكونوا عندنا العدد ديال المهاجمين ضمن العدد ديال وسط الميدان والديفونس يعني هاد المهاجمين هادو مازال ما بينش شكون ولكن تنظن بانه الا كنا غادي نلعبوا الخطه ديال 4 3 3 فراه كلشي غادي يدافع وكلشي غادي يهاجم غير هي نبعدوا هاد الساعه وناكدوا عليها لانه علاش نبعدوا على النقاش اللي هو سئل به هاد الساعه وكنظن سي سعيد انا عاود ناكد لك واحد الهضره كنظن بانه بامكاننا نديروا شي حاجه علاش هذاك المنتخب ديال بلجيكا راه انفجر في 2014 والمنتخب ديال كرواتيا راه انفجر في 2018 تنظن بانه الفرصه عندنا في 2022 باش ننفجروا حتى حنايا علاش عندنا منتخب فيه مخضره من يقدو يستاليو من بعد كاس العالم وعندنا لاعبين شباب اللي يقدو يلعبوا بهم واحد خمس سنين ست سنين حتى 10 سنين اللي زوين في هذه التشكيله هذه هو واول مره يمكن هي انه ملي جابوا بلال الخنوس انا بالنسبه لي ما كانش مفاجاه راه كان غادي يجي بلال الخنوس وكان غادي يجي ديال فان دوغ وكان غادي يجيو بزاف علاش لاعبين الا ما استغليناهم في الوقيته هذه راه ما غاديش نستغلوهم ما غاديش نعيطوا للمنتخب الاولمبي نديروا معاهم الشونطاج المنتخب ديال لاعب الى لعب 18 سنه على غرار حكيمي لعب كاس العالم تنظن بانه مازال باش نلعبوا به وديك اللائحه الاحتياطيه راه فيها لاعبين فيها لاعبين اخرين من اوروبا ما تعرفش الاصابات ولا تعرف شي حاجه بحال هكا كاين لاعبين احتياطيين وتنظن بانهم راهم كاينين في مبكره ديال سميتو ديال الوالد الركراكي وكانوا ناس من الجامعه اللي مشاو تفاوضوا معاهم خير دليل راه كان سميتو حتى الغازي ما كتبش حتى ويمشي ليه ولكن المهم هاد الساعه هادي نظره تكون تفاؤليه هذا هو الاساس شكرا لك سي مصطفى بالنسبه لسي سعيد غير نظره بركان نظره بركان سي سعيد بقى غادي هاد المده هادي كامله وكنت ناقشت معاك هاد المساله اللي قلتي ما كدورش اصلا نهضه بركان ما وجدتش الخلاف بقى غادي بديك التشكيله هي باش وصلت هذا ديال الفينال ديال لاكوب ما وجدتش الخلاف وقال هذا العام هذا غادي ننافسوا على البطوله ولكن الا جاب لعابه اللي هما واجدين لا لعابه اللي هما واجدين ولكن باش انت كتولف واحد المساله كتولفها للجمهور ديالك كتولفوا بانك انت اصلا كتكون كيفاش دير تحضر النسق حنا ما نبغيوش نهضه بركان يولي الناس يعني منسيه وغبار عاوتاني نهضه بركان ثلاثه المرحله هذه هذا هو الخطا اللي كيديروه الفروق ديالنا شكرا لك يعني تنظن بانه العوده ديالو محتاجين ليها بزاف شكرا لك سي مصطفى بارك الله فيك مشي عند سي فؤاد من اكادير سي فؤاد مساء الخير سي فؤاد مساء النور نتكلم معاه قضيه التشكيله تفضل تفضل غياب بعض اللاعبين الدارجين غياب شكون اللي غايب سفيان رحيم في لاس من ديرو مثلا ما غير باش عطينا باش نكونوا شكون نحيدوا من هذه اللائحه كان فضل انه يكون بلاصه حكيم زياش لان كان عارفوا ان حكيم زياش ما كيلعبش مع الفريق ديالي وعلى البلاصه اللي فيها حكيم زياش اللي تلعب فيها رحيمي هجوم كيلعبوا هجوم لا هجوم ولكن الدور ديالهم تيختلفوا قيلا ممكن انه هو كيلعب جناح فعلا ايوا هذا رايي ديك ما كاين حتى مشكل كنفضل ان ايوا هذا رايك يحترم ما كاين حتى مشكل ما نديوش جياش ونديو رحيمي انه عطا مع المنتخب وعطا مع الفريق المحلي طيب شكرا لك سي فؤاد بارك الله فيك مشي عند سي غياب شكون؟ غياب شكون؟ ايوب الكعبي الكعبي في راس من ديرو على سبيل المثال ابو خلال صافي شكرا يلا شكرا لك سي فؤاد مشي عند سي الاول سي احمد شي سي احمد من اكادير سي احمد سي احمد نعم سي احمد مرحبا مرحبا يا سعيد غير سي سعيد غير نقولوا اللائحه راه هي هذه مزيانه بلا ما نديروش الملاحظات على ما علاش عندكم واحد على سيدي تلاحظوا حنا ما تنديروش شي حاجه ما نقيسوا حتى في شي واحد الا عندك عندك شي راي ماشي عيب لا غير باش ما نضغطوا على المدرب ايوا لان دروك هذا المدرب سي سعيد الا ما كيقدش يتحمل الضغط الجماهيري والاعلامي لا اعتقد انه غادي يتحمل الضغط ديال المباراه ديال كاس العالم يعني راه المدرب خصو يكون يتحمل الضغط شويه سي سعيد والناقد وكل شيء ولا لا اش من بحال اش الضغط بحال شنو مثلا
كيبقى بحال اللائحه السي سعيد بحال انا دروك ما عجبنيش بزاف. اش ما عجبكش؟ بزاف الحوايج السي سعيد. كان دروك كاين دروك دوك الاخوين اماي خصهم يكونوا لان السي سعيد دوك لا سمح لي يعني خصهم يكونوا وانا متيقن بانكم كانوا كون قلتي لي خصنا نحيدهم. لا انا قلتها لك عبد الله يهديك. شوف رحنا شوف الله يهديك شوف رحنا ولاد الكوره وعايشين فيها بالليل وبالنهار. أيه والله كون كانوا بجوج يمكن انت تعيط تقول لي واد شو يديروا هاد المي. والله يهديك اسي عباد اسي احمد سيدي احمد خلينا بروح رياضه. يا سي سعيد الاقصائيات ريان هو الهداف. لا ما تذكر شوف راه شوف راه ما عندها حتى معنى ان واحد كان تير في الاقصائيات وغندي انا تنقول وتظهر لي هذا الكلام قلت ودي الا ظهر شي يلعب مزيان راه لا تيعني بان واحد السيد لعب في الاقصائيات غادي نخليه ولقيت واحد اخر خير منه غنقول له انت خير منه ولكن حيت هو يلعب الاقصائيات غنخليه راه ما كايناش هذه في كره القدم. هي بالنسبه لنا سي سعيد وخوه تماي لعب جوج مقابلات رسميه ربحناهم كاملين. لا شوف مي المهاجم ما نتذكرش عليه من اللعابه المزيانين ما حتى شي حد ما غيحيدها. وفي اسامه السي سعيد سامي على الاقل يكون السي سعيد نحيد واحد في وسط الميدان ونديروه نحيد واحد الوسط الميدان عندنا في غير ستاد اللعابه نخلي الدوائر خمسه لان عندنا السي سعيد دروك المدافعين كما كنقولوا ديما راه ودابا اسمح لي دابا عندنا 8 المدافعين نديروا 8 9 ديال المدافعين ونديروا وسط الميدان فيه غير خمسه اللعابه من الهجوم. السي سعيد واش عاد دير دير 26 ديالك وعيط ليا وحيد وقول لي اش حيدت. يا انا السي سعيد بانت لي اللائحه يعني بزاف والدها تنعتمد على الاسماء ديال الفرق اللي كاينين اللي كاينين مولاها اللعبه اكثر من الجاهزيه لان السي سعيد الا رجعنا غير الخليجيات هو تيلعب على لا سينيرج السي سعيد يعني اللعبه اللعبه كلهم دوك اللي ما كاينينش كانوا تيلعبوا كيتعاونوا بيناتهم ضد راك الا جينا سي سعيد مثلا غير نقولوا اللي عندنا دروك مزيان كاع عندنا حكيمي ديال باريس سان جيرمان ومزراوي ديال بايرن سي سعيد راه حكيمي سي سعيد ما غاديش يلعب حداها زيراتي وقت ما شد الكره يلقى المن يعطيها وما غادي ومزراوي ما غاديش يلعب مع يلعب بالكرافات سي سعيد ما غاديش يلعب مع ايوا كيميش ولا سمير لان شفنا واش تم سي سعيد بزاف المقابلات مزراوي وحكيمي راه هم اللي تيطلعوا سي سعيد راه تيرجعوا تيتمشوا يعني دابا شنو حكيم مصالح حتى هو لا ماشي مصالح سي سعيد يعني خصنا مدافعين اللي غيوقفوا وسط الميدان اللي غيوقفوا يعاونوا هادو بحالاش بحال صميم يا سي سعيد هو صافي انت اليوم انت اصبحي تتحلم بماي ما عندي ما ندير. شكرا لك سي احمد بارك الله فيك. مشي عند سي حميد من الدار البيضاء. سي حميد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سيدي. المهم قبل ما نتحدث على اللائحه بغيت غير ندوز بعجاله لواحد الطريح طلقوا النجم الكاميروني ايتو اللي قال في بانه غيوصل النهائي وغيلعب مع المغرب وكثير ربما بان لهم بداو كيتحكموا على التصريح ولا بان لهم السيد بحال اللي هذاك ولكن لاعب اللي عالمي ودوز كره على اعلى مستوى راه هو الصح اللي خصو يكون معلوم الا جينا نهضروا على الادراك ديال اللاعبين اللي عندنا في الفريق الوطني راه عندنا نجوم كبار عالميين يعني ما خصناش نمشيو نديرو ديك العقليه نمشيو غير نشرفوا الكره القدم المغربيه لا خصنا ننافسوا نوصلوا ربع النهائي لا جينا نشوفوا المنتخبات العالميه راه نبقاو واحد ثلاثه ولا اربعه كلهم نجوم من الحارس اللاعب 15 و16 كلهم تقريبا عندهم نواقص نجوم هنا وعندهم نواقص هنا هذه من جهه. لا شوف سي حميد سي حميد نعم سيدي انا نقول لك واحد الاشكاليه حنايا الاشكاليه انا غنهضر لك على هاد النجوم وتسمح لي ويسمحوا لي الاخوان لانه الفكره ديالك مزيانه هاد العقليه ديال انه حنايا نقصوا من قيمتنا وحنا غير افارقه وحنا غير افارقه وحنا افارقه تتمشي لنا لما تنكونوا كمجموعه تبعني مزيان كمجموعه ولكني كافراد راه حنا نجوم في يعني في مستوى عالي جدا. دابا شوف اللعابه ديالنا شوف محمد صلاح الا درتي حداه سميتو ساديو ماني ياك وكاين محرز
وكاين بوف وكاين سميتو هذا الحكيمي زياش وقلب على اللعابه الافارقه كثار اللي تيلعبوا ودرتي منتخب فيه لي ميور ديال لي ميور ديال الفراقي وقلت منتخب افريقيا هذه غير افريقيا واش فهمتيني راه واخا نجمعوهم فوالا ولما نجمعوا داك اللعابه اللي قدام هاد اللعابه اللي هضرت عليهم ما تيسوا حتى شي حاجه يقول لا لاعبين مع اوروبا واش فهمتي المنطق حنا منين قالها ايطو بحال غنضحكوا عليهم ولا ايطو شنو مزيان عنده الحق على فلوق كان ايطو يا توري ودروكبا راه فاز بثلاث العصاب معلوم ما خصنا ما خصناش نطيحوا براسنا هاد اللاعب الافريقي ما خصو يبقى يطيح خصو يدخل غادي يمشي ينافس على اللقب يمشي ينافس على الاقل علاش يضحك ما عندهم علاش يضحكوا هادوك عندهم جرجيو على جرجين هادوك النجم حتى انا نجم حتى انا فزت بالعصبه حتى انا فزت بهذيك المهم المفاجاه الساره اللي بانت لي في الاحاد سعيد هو فيها اكثر من 8 اللاعبين من توج ديال البطوله الوطنيه مزيان هذا هذه المفاجاه اما هذا التشكيله فاعتقد متوازنه يعني حتى بحال مثلا سقط لاعب ولا بلاصه لاعب كتلقى ذاك اللاعب اللي داير بلاصه اللي سقط راه نفس المستوى مثلا شديره راه بحالو بحال المستوى مثلا ديال ماي رحيمي مظلوم لانه دوك اللعابه اللي داي دوك الجناحين راه المستوى ديالهم اي واحد يقول لك بانهم المستوى ديال طاهر على رحيمي ناس ديال جياز الزلزولي بوفال ابو خلال يعني كتبان تشكيله موازنه ربما المفاجاه كادو اعتقد هي مفاجاه ساره هي حضور بانون لان الاكثر ما كانش كيعتقدوا ان بانون غيكون حاضر وهذا تا هو تتويج المسار ديال اللاعب بانون في المسار ديال الكروي يعني انا كان خصو يكون حاضر هذا اللي كان هذا كنت منا التوفيق للفريق الوطني ويمشيو يلعبوا على اعلى ابعد نقطه ان شاء الله شكرا سي حميد نمشي عند سي عبد الاله من ايطاليا سي عبد الاله مساء الخير السلام عليكم سي سعيد وعليكم السلام اول حاجه كتشوف دابا في السوشيال ميديا دابا داكشي يعني كاع الناس تقريبا متفقين بان لما التشكيله كانت متوازنه وكلشي متفق عليها لاغلب الظن يعني ما كانش الناس قلال اللي تيقول لك خاص هذا معاك ما تشوف الركراكي خدا يعني خدا احسن لاعب اللي عنده اللي موجودين اي واحد دابا ولا التقنيين دابا كنت كتسمع دابا التقنيين دابا في الاذاعه الخاصه وكشي اغلبيه راضيين اغلبيه تيقول لك يعني الركراكي كان منطقي وكان لا بعد حد انا كان عندي هذا الفلانه ديما تنقول كان تخوف في الماتش ديال الشيء اللي هو والباراغواي اللي لعبوا في الاخر كان الدفاع ولكن من الدفاع دابا اكراد كيما اطمئنينا بزاف اكراد وسيس مزيانين مع كان واخا لاعب الوداد ديال فرنسا اللي في فرنسا داري ما خاصو يضحك خاصو كان شويه دابا مع الرجوع ديال اكراد يعني دابا الدفاع تقريبا مزيان وسط الميدان تاو وسط الدفاع تاو راكين مرابط والاجنحه هذيك راه كلشي باين غير وقال خلى ناقصه حاجه كان خصو يبحث على ظهير ايمن احتياطي انا بنت لي دابا فريت نشوف ظهير ايمن خاصه نلقى دابا تنقول شكون ولكن ما كاينش ولكن كان خصو يدير ظهير ايمن الى جبتي ظهير ايمن غيبان لك خصك تحيد يا اما ديميق يا اما داري يا اما شكون اللي غتحيد خفت ولكن يعني ما كنتش جميع التشكيل بشي يعني أغلبية المدربين تديو احتياطي ديال ظهير ايسر احتياطي ديال ظهير ايمن متفقين ايوا شوف الى بان لك بان واحد من هادو ديال الدفاع الاوسط ممكن تخدمه كمدافع ايمن انا بالنسبه لي داري واحد الوقت ممكن يكون ممكن يلعب كظهير ايمن ممكن الطاقم التقني فكرني غيلعبوا هذيك ديال الثلاث قلت له معاش مع اي يمكن مع 3 5 2 ممكن غيديروا 3 5 ممكن 5 2 كيبان ليا الماتش الاول كيبان لي غيدير 3 غيدير 3 في البلوك 3 ولا 4 3 مع على حساب يلا شكرا لك سي عبد الاله بارك الله فيك شكرا سي عبد الاله السي عادل من فاس السي عادل مساء الخير مساء الخير السي سعيد مرحبا سيدي تحيه لك وتحيه كل طاقم التقني مرحبا سيدي طولتي شي شويه السي سعيد عليا 10 دقائق وانا تنتظر لا الاخوان ديالك اللي تيعطلوك ماشي انا لا ماشي انت السي سعيد واحد السيد اللي داز من قبل تيعطل بزاف ايوا هو اللي قلت لك ما تبغيش تقطع الناس المهم السي سعيد على اي يلا السي عادل انت تدير بحساب راه تيتسناك الناس موراك لا السي سعيد حنا راك عارف التدخلات ديالي ما كنطولش مرحبا انا السي سعيد انا دار معك بالنسبه للمنتخب المغربي انا تنظن السي سعيد انا متفائل بالمنتخب فأنا إن شاء الله هذه المنتخب غادي يمشي بعيد. أولا تكون الجماهيرية المساندة قوة للمنتخب المغربي.
وكنظن دابا انا انت بيدك كصحفي عندك السلطه كعليا انا سولتي والد الركلي شنو كيدور له في راسو يقول لك انا كنهضر على الدور الثاني ما نهضرش انا نمشي نشرف ونرجع فهمتي سي فهد اييه لحقاش تبارك الله راه ما شاء الله راه عندنا ترسانه بشريه راك الا هضرتي من الجول حتى للمهاجم كان باقي حنا خصنا تسعود حنا زواجه فريقه كامله خايسه سي سعيد وتنظن انا بلجيكا وكرواتيا ولا كندا كلهم غادي يعانيو مع المنتخب المغربي وانا في قلت لك السي سعيد هذا الكلام هذا والتاريخ سجلوا مزيان غادي يربحوا كرواتيا السي سعيد غادي يربحوا ان شاء الله السي سعيد 2-1 انا في قلت لك السي سعيد وغتكونوا غادي نتعادلوا مع كندا السي سعيد غادي ندوزوا في بعض النقاط الله يسخر الله يسخر الله يسخر مزيان هذا ما هذا تيبين بان الانسان الروح الوطنيه وتيبين بانه الغير على الفريق معلاش لا يكون خير ان شاء الله سعيد انا ماشي من الروح الوطنيه شنو راه عندنا علاش ما نستخرج براسنا اي ما قلت لكش لا ما قلت لكش لا ما لا لا ما شوف حيت انا علاش نقول الروح الوطنيه هي انك واحد المقابله لعبتيها وعرفتي النتيجه ديالها قبل ما تلعب يعني ماشي قلتي لي بانه ان شاء الله غنربحوا انت مشيتي ابعد من هذا ان ربحنا فهمتيني انا ماشي قلت لك راح نربحنا نربحوا ان شاء الله ايوا ايه غنربحوا صافي يعني صافي تربحات سعيد راه عندنا تبارك الله انت كتشوف حكيمي انا ما عم نعتذر اي والله يسخر الله يسخر سي عادل سي عادل الاخوان تينتظروا شكرا لك بارك الله فيك شكرا لك سي عادل سي حسن مراكش سي حسن مساء الخير السلام عليكم سي سعيد وعليكم السلام ورحمه الله دير بخير بارك الله فيك فيما يخص التشكيله المهم وليد الركراكي كان منطقي شيء ما دعنا نتمنوا احنا متفائلين باذن الله هذا شوف القيل والقال ديمن راه فيما سونو ما علاش ما جاش هذا اللاعب ولا هذا ولا هذا سونو كل واحد كاين شي واحد تيكون عنده زعما فرقتو علاش ما هذا الرجاش الرجاوي انت هذا يبقى في رحيم شوف حنا غادي نساندوا هذا المنتخب وباذن الله خاصنا نديروا الملحمه ديال 86 ان شاء الله ان شاء الله ونزيدوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حنا شوف راه 11 لعبة 11 كونتر 11 قلنا عندنا شوف حنا تتخصنا هذيك الدمصة عرفتي استسمع الكارطامي تتكون تتلعب زوينة هاد الدمصة هادي الدمصة شوف إلا كانت عندك ويسر لك الله راه الكرة آدم جاء أنا المنتخب مطمئن إن شاء الله بهاد التشكيلة فرحنا بإضافة حمد الله وهذا على أيين شي وحدين هذا سنة الحياة هي هذه ولكن زير فيستر غادي يكونوا فيهم شي جوج ولا ثلاثة غادي يكون يمكن رحيمي أنا ظنيت ويقدر ذاك الكعبي تا هو وما توزنيتي ولا على أيين المهم بالنسبة للمنتخب الله يخليك أنا منتخب هذا التوهج ديال الجيش الملكي فرحني وديال فريق النسوي أتمنى بكل صدق بيجوا هذا الكأس بأي هذا كما المقابلة بتكون نهار الحد مع الثمانية الليل يجيوها باش ما بغيناش نكونوا احنا تنضبوا ما تنديوش إن شاء الله إن شاء الله نتفق معك سيدي حسن علاش ما نديروش ديال 88 يجي الكاميروني يصحيتو يدينا في بلادنا وهذا هذا يكون تأثير يشوف يلعبوا الكره كيلعبوا وان شاء الله ان شاء الله سي حسن يلا شكرا سي حسن نمشيو للدخله عند سي المهدي سي المهدي مساء الخير مرحبا سي سعيد مرحبا سي المهدي بالنسبه للتشكيله راه مزيانه تشكيله مزيانه ما غاديش نقولوا راه ناقصه شي حاجه اللعابه اللي كانوا اللي ما ناداش عليهم راه كاين لعابه في اللي نادى عليهم في بلاصتهم في مستوى عالي تبارك الله بحال الكعبي ولا في بلاصته الحمد لله راه شي حاجه راه كبيره تبارك الله وبالنسبه للتشكيله راه ما غاديش نعيبوا عليها راه التشكيله كلها ما كاينش فيها الخصاص لان راه مستوى ديال اللاعبين جميع اللاعبين مستوى عالي وواحد المجموعه شي 7 ولا 8 راه تكونوا هنا في المغرب 8 د اللعابه شي 8 د اللعابه 8 تكونوا هنا راه حاجه مزيانه وهي التشكيله حنا ما غاديش نبقاو نعيبوا لا هذا ولا مادا هذا هي راه كاين واحد التفاؤل راه غادي يكون المنتخب ان شاء الله مزيان واش كاين ماتشات وديين سي سعيد اللي عارف انا كاينه مباراه وحده هاد الساعه وكاين القيل والقال على مباراه اخرى ولكن ماشي انا ماشي ديال القيل والقال ما عرفوش اللي عارف هو ان كاينه مقابله رسميه اللي معروف هي اللي كاينه الا تجي شي حاجه اخرى الله اعلم
غادي يكون واحد شويه ديال غادي نستاجموا اللعابه مع بعضياتهم مزيان الا كانوا. شوف هي مبدئيا التشكيله غتكون معروفه باستثناء مركز ولا مركز واحد، هادشي اللي خليني نقول لك انا شي يمكن يكون ماشي الاخر تيضر يكون واضح. ايه وحتى اللعابه اللي كيبانوا ربما اللي كيبانوا بعضين ضعاف راه غادي لا ما كيتا شوف حتى شي واحد حتى شي واحد ما هو ضعيف لا كلشي عندهم يمكن نتمنوا انهم يكونوا في النهار 23 يكونوا في احسن الاحوال ديالهم والكمال على الله كلشي غادي يكون مزيان ان شاء الله. سي مهدي شكرا لك سي مهدي بارك الله فيك. نمشي لعند سي احمد من القنيطره. سي احمد مساء الخير. الو الو سي احمد السلام عليكم. عليكم السلام سي احمد. سعيد لسعيدين به سعداء. الله يحفظك يا سيدي الله يسعدك. هذوك الناس ديال البركان راهم داروا داك الخطا راه قلتي هو علاش ما لعبوش هي الكره اللي كانوا كيلعبوا هذا هو. وواحد القضيه اخرى عطاو لادفيرسير واحد القيمه كثار منهم بزاف 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 بزاف. هذيك هي النقطه الخساره. والنقطه الثانيه هو انه احمد رضا راه تيفكرني في واحد الحارس كبير الكاك الله يرحمه ويوسع عليه عبد الحميد البصيلي الله يرحمه. هذاك تيكناوتيك بحاله بطريقته بكل شيء يعني كون احترف من الماس للخارج غيكون حتى هو غيكون احسن حارس اوروبا كاع تقريبا ولا كاع في العالم. وهذو هما النقط اللي بغيت وتنتمناو حنا لهذوك المنتخب ديالنا مسيره طيبه مسيره مزيانه ان شاء الله. شكرا لك سي احمد بارك الله فيك. بارك الله فيك سي احمد. نمشي عند سي ميلود من قلميم. سي ميلود سي ميلود سي حفيظ من بوعرفه. سي حفيظ السلام عليكم. عليكم السلام. بخير سي سعيد الله يبارك فيك. تحيه للناس الدار البيضاء الله يحفظك سي. بغيت نقول لك عافاك على هذا المنتخب راه مجموعه زوينه. ما كنتش باغي ايت مايد جوج وما بغيت الحدادي. نعم الحدادي وايت مايد جوج مالهم ما بغيتش باش يكونوا في المجموعه وفعلا هما داروا لك خاطرك. رحيمي رحيمي بغيت يكون ايوا. شوف رحيمي خليني نقول مشى ضحيه التنافس اللي كاين حول المراكز يعني من ما كانش اي مي وما كانش رحيمي وما كانش حدادي غيبان بانه الامور صعيبه. ايوا الله يدير تاويل الخير. المهم باقي صغير باقي صغير خصو غير المهم يحس براسو بانه راه ماشي سالت الكره ولد باقي صغير. ايوا راه باقي صغير ومازال المستقبل قدامه ويفكر بانه راه كاين كاس افريقيا. ايه هو كنهضر معاك دابا كمشجع ديال الرجاء اللي كيتو من الوداد مزيانين كيستاهلوا كنتمنى لهم فريق مزيان. هذه هي الروح الرياضيه واه يستاهل ان شاء الله يستاهلهم الفرصه مع المنتخب يلعبوا ويمشيو انديه كبيره ان شاء الله ان شاء الله. كنتمنى لهم كل التوفيق والمنتخب كاملين وانتم السفاعين. شكرا لك سي حفيظ بارك الله فيك. مشي عند سي رضا من مكناس. سي رضا مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. وعليكم السلام ورحمه الله. صحه مزيان بخير. بارك الله فيك سي بارك الله فيك. اولا تنهني الجمهور المغربي على هذا لا ليست. اولا تنظن بانها ليست اللي هي اكثر منطقيه يعني من ايامات يعني 92 ما سمعت اون ليست بحال هكا اللي ما فيهاش النقاش. ضروري غيكون واحد اختلاف. ولابد شوف خصوصا المحبين اللي شويه اللي متشددين. اما في الحقيقه هي تشكيله كل بوست راه مدوبل وكل وفيه تنافسيه يعني ما كاينش شي بوست تلقى واحد من غير يمكن لي زاريير والغارديان. كاين تنافسيه في جميع المراكز. تنافسيه كاينه اغلبيه اللاعبين واللي ما عندوش تنافسيه راه عنده اسم. برافو عليك كلمه زوينه هذه. اللي ما عندوش تنافسيه عنده اسم. هادشي اللي كاين. بالنسبة للشديرة تنظن هو أخو ناس ربحناهم. تنظن أن جستير كراكي تيوجد الفرقة حتى لاكوب دافريك ولي كومبيتيسيون اللي جايين. دونك حنا يكون في المينا واحد جوج أسماء اللي عليهم صراحة عليهم تنافس يعني رغبة من منتخبات أخرى باش تديهم. أون بلوس حافظنا على لوساتور القديم كما قال السير كراكي حافظ على الهيكل ديال
ديال الفريق بالاضافات اللي غادي تعطي واحد نقله نوعيه غير من ناحيه ديال لي زاتاكون. هاد النوبه تنظن سي سعيد بلي عندنا واحد التنوعيه في الكاركتيرستيك ديال المهاجمين ديال داعب صحيح واحد ديال لا بوكس اللي هو حمد الله. عندنا واحد اللي تيخدم في لو روبلي ديفونسيف اللي هو نصيري نصيري وشديرة اللي بيناتهم بجوج يعني عنده واحد المرونه التكتيكيه يمكن عند الكراكي. انا ما عندي ما نقول على التشكيله وتنعاود نبارك للناس هاد التشكيله اللي غادي تكون على الاقل اقل تشكيله عليها لاغاط صحيح مده. شكرا لك سي خالد سي رضا. شكرا لك سي رضا كنتي معايا من مكناس. غير تنطلب الاخوان عافاك كرو مختصرين بزاف ديال الناس باغيين يعبروا على الراي ديالهم خصوصا في التشكيله ولا في المباريات اللي تلعبوا البارح طلبوا على انه يكونوا مختصرين. غير واحد السيد كتب لي بانه تنتصل وما تيجاوب لي حد. نذكر بانه الارقام اللي تعيطوا لها الاخوان هنا هذه الارقام من عدد ثلاثه لما تتعيط لها راه يمكن تبقى يعني كيسميها تبقى تتصوني ولكن حيت يكونوا الخطوط عامرين تيبان لك تحت ما تيجاوب ما عليك الا تعاود تقطع تعاود تعيط. هادشي اللي كاين. سي ميلود من برشيد. سي ميلود ربا سعيد بخير اخويا. الله يبارك فيك سي بارك الله فيك. الحمد لله الله يبارك فيك خويا. التشكيله ما نهضروش عليها التشكيله تبارك الله ناضيه. كاينه شي لعابه اللي في الشك وصافي واحد جوج ثلاث لعابه هو اللي كنتمناهم ما يلعبوش كاع وخليو هذاك وليد الركراكي بعدوا منه. قال هذه قال هذه خليو ذاك السيد راه خدام مزيان وانت راك تعرفوا قبل ما تعرف انت راك تعرف الكره المغربيه بزاف يا خويا سعيد. انا خليو السيد اللي بغى يخدم خليه يخدم من بعده وراه خدام عطى التشكيله ديالو دابا حنا غنساندوه. واخ واخ عطى التشكيله ديالو ياك اييه هو حمد الله ما كانش باغي. وراك عارف المغاربه كيبداو يغوتوا لا حمد الله حمد الله هو سد لهم فامهم وكان يخليه يخدم من بعده منه هو ما داروش ما دار والو ازدي سي ميلود. لا لا والله لا داروا عليه بوا ساعي فهمتيني. ودابا صافي دابا اليوم دار لائحه دار 12 و4 لا هو دابا انا قلت لك سد لهم فامهم من عيط حمد الله سد لهم فامهم هو حمد الله خاصو ما يكونش لا هو لا داك جبران ولا داك اللي كان تيلعب في الراجل داك بانون هادو ثلاثه كنتمناهم ما يلعبوش وما يديروش لنا الضجيج في المنتخب هادشي اللي كنتمنى. شكرا لك سي ميلود بارك الله فيك. انا تنحيي السي ناجي من وكادوكو شكرا لك. نمشي عند سي عماد من الدار البيضاء. سي عماد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نشكروك على البرنامج وكنحيي الزملاء ديالي. مرحبا سيدي. بالنسبه للتشكيله فهي تشكيله ما عندنا ما نقولوا فيها زعما كتحس بان اول مره كانت التشكيله اللي كتشفي الغالي. وانا شفت دابا واحد الفيديو ديال زكريا ابو خلال ووالي شديره كيفاش استقبلوا الاجتماع ديال الاسم ديالهم عطي واحد الفرحه لا توصف واحد الروح وطنيه كبيره. وان شاء الله المنتخب غادي يقول الكلمه ديالو. احنا عندنا الاكيد في هذه القضيه ما كيخلعنا لا كرواتيا لا بلجيكا لا حتى واحد. ان شاء الله غادي ندوزوا في المجموعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سي عماد بارك الله فيك. سي يوسف من باريس. سي يوسف سي سعيد. مرحبا انا سيدي. مرحبا الفريق والمميز. الله يحفظك اسيدي. شرف ندوز معك في هذه اللحظه. الله يطول عمرك خويا. ما غادي نكونش ثقيل عليك غادي نقول غير واحد جوج كلمات قبل ما نهضر معك. تصمت بعض المناظر وشفت واحد شويه بعض الاقوال ديال الناس صراحه. كنشكر بزاف سي وليد الركراكي على هذه التشكيله اللي عطانا. اذا جينا نهضروا بالمنطق وبدون عاطفه احنا مغاربه اول حاجه من اليوم احنا مغاربه. احنا لا وداديين لا رجاويين لا خريبكيين لا احنا مغاربه غنساندوا الفريق الوطني المغربي حتى باي حاجه. دونك انا بالنسبه ليا هاد التشكيله هادي هي اللي كاينه في السوق ما نكذبوش على راسنا. اللي كاين اللاعبين اللي كاينين دابا بعض الناس كبيره كنسمعهم كيهضروا كيقول لك اودي حركات ما تحركات اسمح لي يا خويا هاد كيقول لك حركات كان عليه يكون بلاصته اسمح لي ولا جيب اسيدي انت جبيره وجيب هذه. شوف لا شوف لا لا ما نمسوش شي واحد كل واحد يمكن له احنا غير باش نحترم ولكن ولكن خويا شوف انا سي سعيد بالنسبه لي انا كنعرف واحد شويه في كره القدم. هاد اللعابه اللي كاينين هما اللي كاينين دابا اللي وهو راه بالعكس راه دار واحد البادره وما دار حتى شي مدرب بانه عيط على حمد الله ودير دخله فيها شويه السياسه ودخله فيها شويه داك هذه زعما بادره يستحسن عليها. حنا اليوم علينا بالمسانده لسي وليد الركراكي وراه كاينين شي لعابه راه غير بالسميه ديالهم راه خدامين راه بلا ما غادي نقول لك راه شوف هاد اللعابه اللي عيط عليهم اليوم
راه من خيره اللاعبين اللي عندنا ما عندناش من غيرهم. شكون اللي غادي تجيب؟ غادي تجي غادي تعيط على سميتو اش كيقولوا ليه هذا سميتو ديال الرجاء البيضاوي سميتو هذا اللي كاين في العين اللي كيلعب في العين شكون بنون لا اللي كيلعب في العين رحيمي رحيمي غتعيط عليه الدري زوين كيلعب ما كيقولش شي حاجه اش غتحيد اش غادي تجيبو فين غادي تحطو لا اسمح لي راه شوف راه ما كايناش العاطفه دابا اوجوردي حنايا كان عندنا 26 لاعب غادي نختاروهم راه جبنا 26 لاعب وصافي اللي خصنا نلقاو 12 لعاب ولا 16 لعاب اللي غيدورهم السي وليد الركراكي هو وعقليه ديال وليد الركراكي هو راه ما غيلعبش كلشي عنده 16 اللي كيلعبهم هادشي اللي سي يوسف انا غير باش نضيف الكلام اللي قلتي غير باش يعني نخليو الفرصه الاخرين انا تنبغي الواحد يتخيل لاعب منين يختاروا ولكني يتخيلوا تيلعب في مستوى عالي جدا لانه المزراوي نهار قدامه ديمبيلي وقفوا ياك هادشي اللي كان ديمبيلي ولا ياك مع ديمبيلي وقفوا اذا انت لا غتفكر شي لعاب مزيان ما تفكروش يلعب في شي بطوله مع شي فرقه على قد الحال وتقول والله العظيم ما دازوش لا فكر بانه غيجي واحد لعاب في مستوى عالي ولا يكون عندك شي مهاجم هنايا تيعجبك تيراوغ في البطوله ديالنا تقول شوف داز الاول والثاني والثالث وكان تخيل بان غيدوز راموس وغادي يدوز ماركينيوس وغادي يدوز ميليطاو راه هكا الواحد تيشوف راه ما تشوفش شي راه بحال شي واحد تيجري 100 متر تيجري في 10 ثواني وتيسبق مول 11 ولما غيمشي غيلقى كلشي تيجري تيجري في 9 ديال الثواني مشي عند سي عبد الله من الدار البيضاء سي عبد الله مساء الخير سي عبد الله وي سي سعيد نعم سيدي عبد الله مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام سي سعيد شمعة ديال المذيعه ديال الاعلام الله يحفظك سي بارك الله فيك الله يجازيك بخير التشكيله متوازنه مع ديما نقول تبارك الله على السي وليد عندي ملاحظه هو ضرب جميع العصافير هذا اوفور صغير واحد كان يجيب زنيسي بلاصه تاكناوتي باش او حيت سنيتي راج ديالو شويه كبير كان يشارك في كاس العالم اللي دازت وحتى راج ديال سنيتي كبير او ميم طو غادي يرضي الرجاويين والوداديين لا دابا واش هو غيعيط لشي واحد اللي جاهز ولا اللي غادي يرضي حارس الثالث ما نضوش غيوصل حتى الحارس لا شوف انا شوف انا من الناس اللي هذاك الولد زنيتي يعني ماشي راه من النهار اللي دار على الفراخي كاملين كان عنده دور كبير وبقى فيا لانه مسكين ما عنده حظ فيلم ما شوف دابا تهرس في واحد المقابله يعني بقى تسالي المباراه بقى لها شي 5 دقائق ولا تقريبا وضع له لكوب دافريك وجينا الان واحد تيقول لك دار واحد العمليه كيف ما كان الحل ما غدخل لوبيتال ودير واحد العمليه وترجع كاين اللي تيقول لها راه برا غيبقى فيها واحد وبزاف وهي فين غيدخل فيها الحسابات وبغى يرضي وكان في السبيطار فهمتيني انا تيبان لي محرج اما ولاق داخلي غيقول لك دير ما كرهتش هذا اللي نديه لكاس العالم ها تشكيله متكامله دونك جميع الخطوط عندي امنيه كتصيفط لك في الواتساب هي نحتفلوا انا وياك بكاس افريقيا ان شاء الله حيت الامنيه الكبيره ديال المغاربه كاملين هي كاس افريقيا ان شاء الله الله يسخر الله يسخر يجزيك بخير شكرا سي عبد الله بارك الله فيك مشي لعند سي رضوان من قلميم سي رضوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سي سعيد لاباس الله يبارك فيك سيدي حنا راه من المحبين ديالك من ايام العالم الرياضي الله يطول عمرك سي بارك الله فيك الله يكبر بيك عندي واحد المقترح اخويا وفي رايي الشخصي بالنسبه لاشرف داري الحقيقه كيدير اخطاء فادحه ويعني في وسط الملعب فلا حب هذا علاش هذه الاخطاء باش لا عقل عيون بزاف الاخطاء وا يعني كيضيع بزاف ديال فين ديال هذا والدفاع ديالو كي يكون شارد بعض المرات لا فين شتي هادشي واش عندك شي مباراه باش حيت انا تتبع المباراه ديالو تقريبا كاملين وانا غير مجرد رايي سي لا ما لا يحترم انا غير زعما عاوني باش نشوف فين دار الاخطاء واه من اللعب ديالو مع الفرقه ديالو في فرنسا راه باين شوف مع فرنسا دار جوج ديال الاخطاء فاران حيد بها كاس اوروبا للريال شفتيني حيت الاخطاء حتى شي واحد ما يمكن له تقول لي ما غيدير شي اخطاء اللعابه على مستوى تيديروا اخطاء يمكن هو مع البدايه اخطاء في مباراه وحده بزاف ولكني ماشي لدرجه انه كاع صافي الواحد يدير خطا نجريو عليه او لا بالنسبه السي سعيد اليوم احسن منه بانون احسن منه
فكما شوف هذا رايك انا انا تنهضر على واحد الا دار غلط يا سي سعيد غير رايي لا ي... واش انا ما قلتلكش رايك انا غير تتناقش انا وياك انا بغيت نتناقش معاك راه ما تنقول ما تنقولكش العكس أيه. انت هذا رايك بانه انت هو ناقص يا ما خير منه بانه نظر رايك يحترم انا غير تنقول لك المدافع لما تدير واحد الغلط لا يعني بانه يدير غلط وان المدافع ما خصوش يدير غلط نهائي في حياته انت قلت يدير اخطاء انا بالنسبه لي بالنسبه لواحد يدير الاخطاء هو ذاك اللي تديره كل اسبوع كل اسبوع ما نعيطوش للفريق الوطني متفق معك السي سعيد هادشي اللي كتقول انت راه غتكون احسن منا فهاد لا 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 غير شوف نهضروا على الراي ديالنا ماشي ما كاين مشكل يلا شكرا لك سير دوان بارك الله فيك شكرا لك على المداخله ديالك كنتي معنا من قلميم سي عبد الله من الدار البيضاء سي عبد الله مساء الخير سي عبد الله السي سعيد مرحبا سي مرحبا حيا ليك وكل القاء الله يحفظك سي بارك الله فيك هنا ندوي على النهضه البركانيه اها انه بصراحه انا كنقول النهضه البركانيه الخطا اللي دارت هو بدايه الموسم والتعاقد مع سي بن شيخه بن شيخه اها اللي هو انا كنظن ان بن شيخه 11 سنين ولا اكثر هو في البطوله الوطنيه ما في رايي انا ما قدم حتى حاجه غادي يا سيدي سي بن شيخه كيخرج داك التصريحات مزيانين كتحمل يعني سوء دار التسويق لراسو غير بالتصريحات مخبي بديك التصريحات اما الا جينا للكوره مع الفروق اللي دربها ولا شي حاجه داك الشيء زعما ما كاينش شي حاجه هذوك التصريحات اللي فيهم الاداب والاحترام ما كاين حتى حاجه و نهضره بركان هي اللي بينات جعوانو وبينات نسكيتي ولكن غالب احنا مع انا واحد المدرب عاوتاني جديد هذا العام راه هذاك هو الربح اما على المنتخب الوطني كنظن ان التشكيله كما يقولوا الناس انا كاملين راه تشكيله انا مزيانه وفيها واحد نسبه كبيره واحد تاع اللاعبين راه تكوين محلي هذا ما خصوش الناس تهم يتغفلوا عليه وإلا كاين انا شي واحد حيت الا جينا نديروا الخطر وغنديروا هذا السيدي هذا راه السيد الكراكي غيدير الخطر غير لهذوك اللي اهلونا بعدو ما كاينينش راه كاين ماري الكعبي كاين تيسودالي كاين هذاك مافينا كاين لوزا راه هما لعبوا واحد الدور كبير باش نتاهلنا هادو راه ما كانوش لكن زعما شي عاطفه راه غدار مع هادو هما الاولانيين عاد نشوف وتحيه لك وكل شكرا لك سي عبد الله بارك الله فيك نمشي للقنيطره عند سي مراد سي مراد السلام عليكم سي سعيد وعليكم السلام ورحمه الله سي سعيد تحياتي ليك الله يحفظك سي بارك الله فيك بارك الله عليكم من الايقونات ديال الاعلام الرياضي الله يطول عمرك سي مراد سي سعيد واحد المؤاخذه او بالاحرى ملاحظه فيما يخص الاظهره ديال المنتخب الوطني المغربي طلعتوا باللي سي وليد خدا ثلاثه ديال الاظهره نقولوا باللي المزراوي وحكيمي تيلعبوا كظاهر ايمن وظاهر ايسر بجوج ولكن المؤاخذه هي بانون بانون من ناحيه ديال الجاهزيه ولا من ناحيه ديال الحضور كنت تنظن باللي سامي ماي كان هو الاجدر لانه متعدد الوظائف يعني تقدر تلعبوا في وسط الدفاع كما انه يمكن انه يلعب كظاهر ايمن يعني في حاله ديال الاصابه ديال الله يستر حنا تنقولوا كما الكره فيها كل شيء اي جوج الانذارات ولا تكون شي اصابه ديال الظاهر ما عندناش اللي غادي يعوضوا ارجع مزراوي للجهه اليمنى ولكن غتبقى عندنا الجهه اليسرى يدخل عطيه الله عطيه الله تنظن باللي التنافسيه ديالو ما تطرقاش المستوى ديال كاس العالم يعني اذا ولا شداه لا بغيتي تمارس واحد لا بغيتي تلعب واش تلعب في واحد النيفو ضد كرواتيا ولا ضد بلجيكا تنظن باللي غتكون محتاج الاظهره اللي يكونوا في مستوى عالي لا بمعنى انه عطيه الله ما خصوش يمشي لا ماشي ما خصوش يمشي وانما لا الا مشى خصو يلعب علاش هذا كملنا به 26 مثلا ماشي تنقصوا من القيمه ديالو وانما المستوى ديال التنافسيه ديالو ما تيرقاش مثلا المستوى ديال ماي ولا ديال هو المدرب ما هو المدرب ما اختاروا حتى شاف بان المستوى ديالو بامكانه انه يلعبوا في كاس العالم طبعا حنا تنحترموا الاختيارات ديال المدرب بخصوص بانون انا ملاحظه وانتم تتعرفوا ربما كتر. لا 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 رايك ما كنشوف دابا الملاحظات تتحكم فيها بزاف ديال الاعتبارات بالنسبه ليا ماي كان الاجدر انه يكون مكان بانون
لانه غاب عن التنافسيه مده طويله. واخر مقابله لعبها بانون كانت في اكتوبر اللي فات. اكتوبر اللي فات كانت اخر مقابله اللي كان لعب بانون. مقارنه مع ماي اللي لعب تقريبا اكثر من 20 مقابله دابا في من من منذ انطلاق الموسم. جميع المسابقات. يلا هذا رايك سي مراد. شكرا لك سي مراد كنتي معنا من القنيطره. سي محمد من الدار البيضاء. سي محمد مساء الخير. خويا سعيد زلوق. مرحبا نسي. كنشكرك وكنشكر الاخت مستقبله المكالمات وكنشكر راديو بلس. خويا سعيد زلوق البارح بالنسبه لي انا الفريق الجيش الملكي البارح تفرج فيه قدم مقابله في المستوى. انا بالنسبه لي الجيش الملكي اناثا ولا ذكورا؟ اناثا ولا ذكورا؟ لا اناثا ولا ذكورا جوج. ما نكذبش عليك كنحيي شوف الناس اللي كيستحقوا التحيه كنحيي الناس المسؤولين على فريق الجيش الملكي لانهم جمعوا فرقه في المستوى وكيخدموا ناس وساكتين ما عندهم لا حساب. الناس كيخدموا ناس ديال المؤسسه العسكريه ناس خدامين ما عندهم لا مع السياسه لا مع والو دوك عارفوا الخدمه. كنشكرهم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وكنقول الجيش انا الجيش الا كان تحكيم نازي هذا العام راه يديو البطوله. كان تحكيم في التخلويض باش ما نقولش كان ماشي نازي راه غادي تمشي للجهه اخرى. ثاني حاجه غنتكلم اخويا على المنتخب المغربي اخويا سعيد وتوارقه كونتر الوداد دارت ان بو ماتش. نقول صراحة أنا كودادي والوداد ضيعوا عديد من المحاولات باش ما خلقوا محاولات وضيعوهم ولكن توركا دارت أن بون ماتش فرقة في المستوى. كنشكر سكيتي ولي جماعة المجموعة دوك الدراري تبارك الله في المستوى وزقلوا الوداد راه شتيهم ضربوا واحد لقيتها ضربوا برا ضربوا كانوا فرقة في المستوى. سي سعيد زلوق خويا سي سعيد زلوق غادي للمنتخب المغربي أنا ما عمري ما اتصلت بك وقلت لك بغيت هذا ولا بغيت هذا ولا بغيت هذا ولا بغيت عبد الرزاق ولا بغيت حسن نصر الله ولا بغيت عبد الرزاق حمد الله ولا بغيت عطيات الله. لا ما عمري ما جبت لك سميت لعابه. وليد الركراكي اللي كيتحمل مسؤوليته هو اللي جمع هاد اللعابه هو يتحمل مسؤوليته. غير هي واحد القضيه انا اللي ما كتعجبنيش بحال دابا اتصل بك واحد الشيء في فرنسا هو كيعيش في فرنسا في دوله ديمقراطيه وكيعرف بان البارح ديشون اختار لعابه واليوم عارف الجدل اللي واقع اليوم دابا في كاع القنوات الفرنسيه كيتكلموا لفرنسا بدات كاس العالم جمرات. راه ملي حمل اللقب الناس كيفاش كيهضروا على اللعابه قال لي كيفاش يجيب هذا وما يجيبش هذا ماتيو ماتيو الجندوزي قال علاش جابو سمعتي اللغط اللي ناض على ماتيو الجندوزي. اما الناس دابا فرنسا كيهضروا وهذاك الشيء من فرنسا قالك حنا ما قالك ما خصناش نهضروا. وليد الكراكي خدام خلي وليد الكراكي خدام شو وليد الكراكي حبسناه راه خدام وليد الكراكي راه هو لا دابا لا دابا لا واش عيطتي تعطي رايك ولا تلاحظ على الناس؟ لا ما كنلاحظش على الناس. واش درتي دابا؟ وليد الكراكي خدام وليد الكراكي راه خدام شو بغى يقول خلي شو بغى يعبر على رايه خليه ياك تهضرتي تهضر على الدين هو راه كيشوف القنوات الفرنسيه شنو كتقول خليه القنوات الفرنسيه قالوا اللي بغى هو قال اللي بغى ياك لا سي محمد الله يسر عليك دابا انت ما تكونش وصي على الناس ياك هو واخا انا كان وصي على راسي واه تهضر على الناس هو بغى يقول بانه خليه يقول اللي بغى وانت قول اللي عجبك. خويا سعيد زادوق اش هاد اللغط ديال التشكيله انا التشكيله ما نقولش لك وليد الكراكي كيتحمل مسؤوليته ديالو شي راه واحد اليومين ما تبقاش تسمع التشكيله يومين ما تبقاش تسمع الهضره اكيد غادي يولي يهضروا غادي نقلبوا على شكون اللي غيدخل فوالا الله يرحم لك الوالدين. اللي كاين اما دابا حنا من حقنا نتكلموا على انا ما كنقول انا شاد اللي جابو خويا سعيد زادو شاد اللعابه اللي جابهم. انا بالنسبه لي لعابه انا كيبانوا لي لعابه في المستوى هو كيتحمل مسؤوليته فيهم. وغير واحد القضيه حنا لاعبين في قطر لاعبين في دوله عربيه راه حتى البوليس اللي كاين في قطر ديال المغرب راه بحال لاعبين في بلادنا. ايوا راه بحال لاعبين في بلادنا ما كيتمش يعني فين شنو دابا الرساله؟ لا شو سعيد زادو خصنا نمشيو ندوزو للدور الثاني. شوف انا شوف نكذب عليك هذه القضيه ديال انا ندوزو للدور الثاني انا تيخصني الفرقه ديالنا من بعد ما تمشي في اي مباراه تلعب مباراه ديال نفسي تقاتلوا فيها. اما النتيجه اسمح لي اسمح لي نقول لك الكره كيف تتمشى الفرقه خصها تدخل تلعب مباراه كما تيخليو ما يخليوش مجهدهم اما النتيجه علمها عند الله. خويا سعيد زادو سعيد زادو الله يرحم لك الوالدين شي انا شي كنتمنى غير نقدموا مقابل مستوى جيد مع كرواتيا ومع بلجيكا شي لا قدمنا مستوى في مستوى جيد الله سبحانه وتعالى غادي يسر هذا الشيء اللي كاين. اما انه خصني نربح هذا المقابل شوف انا الفهم ديالي ديال كره القدم السي محمد اخواني انتظروا اسمح لي عفاك لا غير كلمه واحده غنمشي بحال هادشي ما كاين حتى مشكل لا من غير لا لا انا باغي نوصل الرساله ديالي انا ما عنديش في المبدع ديال الكره اليوم انا غادي ندخل نربح حيت القضيه ديال اسمح لي حيت القضيه ديال قطر تكرر مره اخرى. لا خليني سي محمد الله يهضر عليك الجمهور معنا. شكرا سي محمد شكرا ما تخليش يهضر ما انا داير باش نتناقشوا عطيتيني واحد الموضوع بغيت نعطيك رايي وما بغيتش تخليني اللهم نعبر على الراي لان يمكن يفيد المستمعين. انا
لما تيكونوا جوج ديال الفراقي غير باش نفهموا واحد القضيه دي ديال 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 اللي خصني ندخل نربح جوج ديال الفراقي تيدخل الفرع طبعا اعتبرها مباراه نهائيه جوج ديال الفراقي وحدين تيقولوا داخلين نربحوا والاخرين تيقول لي غندخلوا نربحوا واحد فيهم غيخسر واش اللي خسر غادي نقولوا له علاش خسرتي حيت واحد الاخر ربح انا تنقول غندخل نلعب واحد المقابله يعني غنعطي فيها جهدي واش نربح ولا ما نربحش علمها عند الله واش باقي اكثر من هذا الشيء هذا ملي غتدخل تلعب ماشي غتقول لا انا غادي اليوم غادي نلعب باش نماركي ثلاثه انت ما عارفش يمكن لك تلعب مقابله من اروع ما يكون وما تسجل فيها حتى هدف ممكن تلعب مقابله متوسطه وتسجل فيها جوج ديال الاهداف والخصم يضيع 10 حيت هذه هي الفلسفه ديال الكره راه الاوروبيين علاش ما تيتقلقوش تيدخل تيلعب داك الشيء اللي تيخرج جهدو الا خسرت يقول خسرت لان الاخر عنده الحظ ولا ربحني وصافي انا المهم انا ما نكونش في مستوى طايح اللعب جهدي ماشي غندخل نربح لا ولا خو ملي تيخسر ندخل باش يخسر لا ما كاينش هذا المنطق ديال غندخل باش نربح ايوا جوج ديال الفرق يدخلوا باش يربحوا وهذاك اللي غادي يخسر كان تيكذب علينا لا ندخل نلعب مقابله كبيره ونجري عليها سجلت هو هذاك ماشي غلب الله المهم ما نخليش في هذه كره القدم اللي تعرف انا سي محسن من وجده سي محسن مساء الخير سي محسن سي محسن باقي معنا ولا ضيعت ليهم وقتهم انا سي محسن ما كاينش سي محسن سير رضوان من مراكش سير رضوان لالا خديجه سير رضوان سي محسن حسين من الدار البيضاء ما كاين حتى واحد من الناس هادو اش الثلاثه غيكونوا مشاو طيب انا غير غادي نعاود ناكد على هذه القضيه اللي هضرت عليها راه تناكد عليها راه مهمه في كره القدم راه ما كاينش شي واحد يقول اليوم انا داخل باش نربح يعني داك نربح ولا ما ربحش هاي كنت تكذب عليا هذا هو الفهم اليوم انا لاعبين حنا داخلين غندير واحد المقابله في الاصل انا باغي نربح ولكني ملي تيكونوا جوج بجوج الى جوج تلعبوا غير التنس خليني من الكره تلعبوا غير التنس هذاك باغي يربح ولا باغي يربح والاخر باغي يربح وعلاش الاخر تيخسر المهم تدير واحد المباراه وبعد نوبه انت ما عارفين تخرجك هذه المباراه هذه يمكن لك تسجل الاول والثاني وتضيع الاولى والثانيه حيت الفلسفه ديال الكره ماشي اللي بغى يربح راه يدخل ويربح لا انت داخل باش تربح ولكن تخسر المهم دير مقابله مزيانه مشيو لتفراوات لعند تفراوت لعند السي محمد السي محمد مساء الخير سي محمد الله يطول عمرك سي محمد مرحبا كيفاش تساعدك لاباس بارك الله فيك اخو سي سعد عالم السفهم على هاد رحيمي مداش الو تسمع ما لا دابا شوف انا حلت لك بالله تنقسم في الله بالله كرجاوي وكان الكراكي وكان الكراكي تيضرب الرجا ولا تيدي رحيمي اقسم لك بالله لا لا باش ما تحش بالله خلي الله شوف الله لا. جل جلاله كبير ما غندخلوش في الرياضه الله يستر عليكم في الكوره ولكن اسمح لي هو قاعد تكسوا اللعبه ديال الرجا حتى واحد ما يستاهل يمشي شوف انت الا غتهضر معايا بالمنطق ديال الرجاوي ووداد راه ما خدامش معايا انا صراحه سي محمد ما خدامش هادشي اسمح لي رحيمي شكون غتحيد اعطيني غير واحد غير باش نعرف باش يكون عندي التوجدين نعرف الناس فين تفكر شو راه هو عارف هو عارف لا ماشي هو هذا هو ما عارفش هو اللي عارف راه ما دارش رحيمي دابا انت اللي بغيتي رحيمي حيد لي واحد باش نعرف غير ندير واحد النوع من المقارنه شوف هاد اللائحه راه ماشي ركراكي هو لا لا سمح سي محمد ما غنسمع لك شي لان حيت ما قديتيش تجاوبني حيد لي لعاب ودير رحيمي حيد لي لعاب ما قد نحيد لك حتى ايوا ما تحيد تجي واحد هو قدر يحيد رحيمي وانت ما قدرتيش تحيد حيد شي واحد راه واحد قال لك نحيدو زياش وانت تحيد نحيدو بو فالح حنا كاع وندخلو رحيمي صافي مزيانه هي صافي هاد القضيه صافي انت ايوا هذا هو السهله قولها مزيان باش كلشي يسمعها وماشي عيب هذا رايك يحترم علاش انا نقول لك انا لا بوفو الخير من رحيمي واشي سعيد لا ماشي دوك الناس اللي عطاو احسن لعاب في الامارات غالطين لا معلوم لا ما غلطينش لا عندهم الحق اللي غلط هو وليد الكراكي والله الا غلط فاش ما داش يا لا سي محمد شكرا لك مشي لعند سي عبد الجبار من محمد يا سي عبد الجبار مساء الخير السلام عليكم السعيد عليكم السلام كبير شوف
طبعا هذا الحال المتتبعين الكرام كما تنقولوا حنايا راه كل واحد في تقول الراي ديالو معلوم العادي ما قلناش دابا حنا غير طلبنا منو يعطينا حيدنا واحد راه وحيد بوفال صافي اه ها وحيد بوفال شوف انا غندوي معك ماشي بالعاطفه انا غندوي معك ستاتستيك ستاتستيك بغض النظر على اكس ولا ايكغيك ولا سيما ولا هادي انا غندوي معك انا بالنسبه للناس اللي تيديروا التقييم ديال اللاعبين وتيشوفوا المردوديه ديالهم داخل الميدان انا بحكم التتبع ديالي الكره الاوروبيه انا تنشوف بانه اللائحه الى شديتي غير من اللور حتى القدام تتلقى شي لاعبين اخويا سعيد راه ما يستاهلوش حمل القميص الوطني كاع انا نقول لك علاش راه كاين لاعبين دابا حاليا تيتعايروا في الفرق ديالهم علاش حيت تيخسروا فراقيهم والستاتستيك ديالهم ماشي انا جندوي ماشي انا الناس ديالهم مردوديه اللاعب راه غتفهمني الشندوي مردوديه اللاعب في كل مباراه التقييم ديالهم 3 4 1 5 راه ماشي انا جندوي اللاعبين كاملين كلهم ماشي كلهم راه اشوف الكلاسمون عطاك الامثله ديال اللاعبين تما عاد الدوري الفرنسي عاد بريس انجي وشكون اخرى هما في المراكز الاخيره ودابا اللاعبين اللي جيبهم تما الفرق هادو طيب بلا ما نسعى عليك الامور فين عندك حتى المؤاخذات وباش تعوض اعطيني باش تعوض دابا انت دابا سي سعيد انا بغض النظر على تنقول لك انايا انت ما تندويك هنا تندوي لك على مردوديه اللاعب كيفاش تعزل هذا السيد ولا هذا اللاعب هذا المنتخب لا دابا بوفال هو اللي تيلعب في اونجي لا وتيلعب في اونجي ياك اعطيني المعيار عطينا المعيار ديال اللاعب نجيبو ياك نجيبو انا لا لا بوفال بالنسبه لك ماشي 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 لعب زين ماشي لعب مزيان بوفال ديال دوزيام ميطا ماشي وشكون اللي غادي ديال بريميطا وتا السي رحيم راه كل سيمانه تياخذ احسن لاعب في السيمانه فين واش هذوك الناس اللي تعطيو احسن لاعب في السيمانه دوك ما عندهمش كما تيفهموش الكره لا شوف انا شفت تديروا لا لا ما انا ما متبعش الكره مزيان انا تديروا لي شي حويجات اسمح لي لا ما تندويش كنا بالعطيطه نقول لك انا لا شوف عبد الجبار اسمح لي سي عبد الجبار تديروا شي حوايج بحال باغي تردوني بحال اللي بغى يردني واحد ضد حمد الله واحد بغى يردني ضد الرحيمي واحد بغى يردني او ديرها ما ضد حتى شي واحد كاينه اعتبارات بالنسبه للمدرب تيختار فيها لعابه دابا انت مشيتي ابعد من انه رحيمي خص يكون انت قلتي وحدين ما يستحقوش يهزوا يحملوا القميص الوطني شويه ديال سميتو الا كان واحد تيلعب في اونجي والفرقه عيانه ماشي تردوا بانه اللاعب لا يستحق يلبس الفريق الوطني لا سمح لي سي عبد الجبار لا ماشي واحد بخير هذا راه بحال شي واحد غير تيشير غير غدا بغيتي يشير لا قول رايك ان بغيت رحيمي يكون ما كرهتش يكون ما غنحيد ليكش ولكن كاين اللي ما يستحقش يحمل الفريق الوطني لا اتفق معك ولا يتفق معك حتى شي واحد ولو يكون رحيمي براسو ما يتفقش معك يقول لك اودي لا انا ما مشيتش ما كرهتش نمشي ولكن هذوك واش ما يستحقوش سير عند رحيمي سولو واش قول واش كيستحق ولا ما يستحقوش ما يقولكش ما يستحقوش يقول لك بقى فيا الحال كنت بغيت نمشي ولكن ما يقولكش هو راه ما يستحقوش هاي شكرا سي عبد الجبار سي عبد العالي من المانيا سي عبد العالي مساء الخير سي عبد العالي سي سعيد زادوق مرحبا انا سيدي انا غادي نبدا بهذا الشيء اللي ساليته به هو انه تنقول الراي ديالي اللي بغيتي غتلقى دائما ان عكسنا وان خالفنا ماشي عادي طيب وعاديه ولكن ماشي لدرجه اشوف لدرجه انه انا تفضل سي عبد العالي ما نبقاش لا يقول ماشي مشكل اللي كاين هو انه الاخ الثاني حتى هو بغى يتكلم على رحيم الاخ الاول قال بانه علامه استفهام علاش ما داش رحيم انا كنوضع علامه استفهام على هذه العلامات الاستفهام ما غنديش نكمل في الموضوع عندي تدخل بالنسبه للجياش وبالنسبه للمنتخب وبسرعه بالنسبه للجياش كنا دائما تايقين فيه ولان اللي كيبقى يقول لك ما تيدخلش بزاف وكذا وسيد ما واجد السيد في رجله سيد من الرقيقيه اللي كاينه في العالم اللي فرج البارح الماتش ديال تشيلسي غيشوف زياش حنا كنا كنقولوا دائما بانه ممكن يكون واجد في اي لحظه لقاء الفرج ديال البارح ديال تشيلسي زياش من احسن ما كاين وكانت علامه استفهام علاش خرج المدرب رغم انه كان عطاه بعدا جوج ديال الاسيس اللي كان خصهم يتماركاو ما ماركاهمش وكان في القمه ديالهم خرجوا باش بان ذاك المدرب دخلوا غيرها
عن غير اقتناع. هذه بالنسبه للجياش. انا كنتمنى انه غادي يعني المخالفين ليه كلهم في هذا كاس العالم غادي يحنتهم ان شاء الله وغادي ان شاء الله. شنو بغينا بالنسبه للمنتخب المغربي؟ يعني لائحه منطقيه، ما كاينش عند شي انسان كيفهم الكره منين يدخلها. لائحه منطقيه احسن ما عندنا هو اللي داه السي وليد، وانا تنشكرو على انه حل المشكل ديال الحمد لله. وهادشي اللي كنت كتمنى انت دائما كتقول خصنا نمشيو لكاس العالم مره وحده ولا كاس افريقيا بلا ما يكون بلا يكون عندنا مشكل. حنا غنخلقوا مشكل، احنا بغينا نخلقوا مشكل. لا هذاك ماشي هذاك مشكل، حنا وضعنا عليه عمل على استفهام على علامات استفهام، لا ما نزيدو ندخلوا في النقاش، لانه الناس كله ما تنتظرش انهم غادي يفهموا في كره القدم. وما يمكن هنايا ما يمكنش ناكل واحد غادي نناقشوا، خليه يقول الراي ديالو. صحيح يحترم، ماشي بالضروره انه صحيح ولكن يحترم. لا لا النقاش لا. الا سمحتي لي الا سمحتي لي سي عبد العالي، اللي شويه حرك يعني شويه هذا الملف هو انه كاين ناس ما يستحقوش ولا إيه لا ماشي للدرجه كاع. لا انا ما نعلقش على هادشي لان لا ما ضروري انا خصني نجاوب. لا انت انا كنحسك لا مسؤوليتي خصني نجاوب. نعم نجاوب. بالنسبه للمنتخب المغربي انا كنقول للمغاربه استعدوا ان شاء الله باش تستمتعوا بالكره. هذا اللي بغي نقول انا، ما تبقاش تنتظروا النتيجه، استعدوا. وكنقول انا اللاعبين والسي وليد ديروا داك الشيء اللي خصو يدار، نقطه ورجع للصف صافي. ايوا انت شوف اللي عايش في المانيا غيكون عنده هذا التفكير، اللي عايش في المانيا. انتصرنا ما انتصرناش، اللي خصو يدار ديرو هذا الشيء اللي كاين. ايوا هذا هو التفكير، هذا هو نفس التفكير اللي عندي انا وعندك انت اللي عايش في المانيا. يلا سي عبد العالي، شكرا لك سي عبد العالي، بارك الله فيك سي عبد العالي. مشي عند سي يونس من شيكاغو. سي يونس مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. لا صباح الخير، ما باقي ما تغديتيش. يلاه افطرت. يلا العشرة هادي واقيلاك؟ لا عندنا دابا 8 ونص. 8 ونص على شيكاغو. بعيدين شوية. نقصنا ساعة السيمانة اللي فاتت. هاك اوكي يلا سي مزيان. شكون قلت لك انا بهذا ما سمعتهاش كاملة، انا كنت خدام وتنسمعك وتهضر معايا واحد السيد وما سمعتش مزيان. ملي سمعت هذاك التشكيل هذا 26 الحمد لله مزيانين. وما عند حتى شي واحد اي واحد، ماشي كله عند الحق يهضر ولا ما يهضرش، هذاك شغلو، هذاك الفكره ديالو، هذاك الشيء اللي حنا نقتنعوا بهذاك الشيء. دابا ما يمكنش بكامل ما يتخسر. دابا تعطى تشكيله صافي، دابا خصنا نساندوهم ونعطيهم ما نعطيهمش هذا الخايبه، باش حتى هما يمشيو واحد المردوديه مزيانه، باش يكون حنا خصنا دابا حنا اللي نساندوهم وندفعوهم. هذا الشيء اللي خصنا نديرو كلنا المغاربه كاملين. هاد 40 مليون اللي حنا خصنا نعاونوهم ونوقفوا معاهم ونقول لهم بالصافي انتوما وحنا معاكم ونطبلوا معاكم حتى الاخر صافي. هادشي اللي خصنا نديرو. بس هادي يقول لك رحيلي ولا هادي يقول لك بوفا ولا هذا، ما خصناش نقول هذاك الشيء. حنا غادي نزيدوا غير نديرو زيو في عقلهم وغادي نحصلوا لهم المورال ديالهم، خصنا حنا نساندوهم في المورال ديالهم صافي. دابا اللي عطى الله عطى، ونلعبوا مزيان وان شاء الله. وتنهني الجيش الملكي ديال النساء وديال الرجال. اييه. وتنهني توارك على اللعب اللي لعبوا المره اللي فاتت، هذاك الشيء زعما تبارك الله صلاح عليهم ما شاء الله ما نعينوهمش. وان شاء الله نتمنوا التوفيق للمغرب والمغاربه كاملين ان شاء الله، ونتساندوا ونكونوا بعضيات، نكونوا مجامعين بعضياتنا ونصفقوا ونشجعوهم. هذا الشيء اللي كنتمنى. شكرا لك سي يونس. بارك الله فيك. لا مرحبا سي يونس، كنتي معنا من شيكاغو من امريكا. مشي عند سي عبد الكبير من وزان. سي عبد الكبير مساء الخير. السلام عليكم. تحياتي. عليكم السلام ورحمة الله. سي سعيد، هو الاختلاف لا يفسد في الود قضية. أكيد. هو برنامج نقاش في الرياضة. ولكل منا رأيه. أها. لكن تحدثوا بالنسبة لي أنا هذه اللائحة ديال الوالد الركلادي فهي منطقية 100% على حسب الرأي ديالي أنا. حتخضع أحسن ما كاين. خصوصا ديك الإشكال ديال عبد الرزاق الحمد لله كنتسنى انتهى وبغينا ينتهي بهذه الطريقة. كانت كيف الاختيار ديالو؟ وبالنسبة سي سعيد للراحمي، الناس اللي كتقول الراحمي هو باش ذكي، حيت منير الحدادي كون كان في اللائحة كنا غنحطوا هذه المقارنة بين بين الحدادي وراحمي. برافو عليك. لا برافو عليك. هادشي اللي بغيت نوصل لك. لا لا شوف حنا مشينا أبعد من هذا. مي اللي مسجل واقيلا أربعة ديال الأهداف ما كاينش. هادشي اللي بغيت نقول لك. يعني وليد الركلاكي تبارك الله عليه كان ذكي، ذكي جدا. حيت هاد المقارنة اللي قلت لك دابا كون كانت حطت كنا غنبقاو ديك الشد اللي نقطع لك.
ولكن صراحة كنتمنوا لهم التوفيق واختيارات موفقة. دعونا من الألوان رجاوي أو ودادي أو الميول، هذا عايزنا غير ذلك الإشكالات اللي خرجنا منهم من واحد إلى يومنا هذا. كنتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني وتحياتي لك. شكرا لك سعد الكبير، بارك الله فيك. مشينا عند السي حسين من الدار البيضاء. السي حسين مساء الخير. سلام أختي سعيد، تحياتي. عليكم السلام ورحمة الله. بوليميك أختي سعيد، ولكن النار. لا 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 ما كاينش بوليميك قليل. شفتي سعيد كي سعيد مزيان والله يقول مزيان الصراحه مزيان. واحد النقطه تاع واحد الرد خفيفه سي سعيد، هذاك المستشار سي محمد سي سعيد كان جبدني واحد النهار وهذه المهم كان نقول لها سي سعيد هذاك سي محمد اللي تاع قبيله وما خلاكش تكمل الفكره ديالك قاطعك. ما عرفتش ما عرفتش قاطعك قبيله. انا واحد النهار جبدني سي سعيد انا كنقول ليه بغيت نوصل على الرساله قلت تكلم ما بقاش تدخل في المتصلين تكلم على لا كل صافي قول الفكره ديالك وما تقولش فلان ولا فلان. يلا ما ردش عليه ما تردش عليه انت انا خلي يلا اعطينا الفكره ديالك. يلا الفكره ديالك سي حسين. هاد السيده سي سعيد سبقني تسكن حريه. يلا صافي الله يجمع انت مسامح مسامح مسامح. يلا سير سي سعيد. غير بالنسبه لي المتفلسف تاع دابا قال هاد النقطه ديال الرحيم والحدادي بغي نقولها كانت عندي سبقني لها هذه هذه صراحه عرفتي كون دار كون دار الحداد ومع الرحيم غينوض واحد البوليميك وكون دار بالهنده اكون لا لا صافي صافي لا صراحه الكراكي راه تقار مع الصاف ديالو راه تنقول لك يدير هذا شطب على هذا لا ديروا هذا راه رضيع في العوان. انا المهم انا صراحه سعيد هاد التشكيله هاد 29 لاعب عندي نتيجه عندي نتيجه سي سعيد. انا جيت نقول رحيم اش كنقول رحيم باقي صغير قليل يلعب مونديال الجاي معلوم كينيج كاين انا كنشوف لك الدري ابو خيلا زوين عشان نحيد ابو خيلا الدري زوين نشوفو كيلعب مزيان نحيد بوفان نحيد ايليا الشعير يقدم السيسي كنشوف شي لاعبين عندهم واحد النيفو طالع واخا رحيم يختار على احسن لاعب اجنبي بالدوري الاماراتي علاش نشوفوه. انا اللي يبان لي غير 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 من باب الانساني وبناء انه عطى الفرائد للمغرب ومن باب انه وصل في الكارير ديالو قدام الكوب ديال مونز هو زنيتش سي سعيد صراحة كدير لي واحد بلاصة في الكوب دي موند السيداد. علاش يا سي سعيد؟ لأنه السيداد الفرق المغربية مع فاس ولا مع الرجاء ولا مع الجيش عطاه هز الرايد ضرب اي صحيح كنا نجازيو غير نجازيو غير مولادات السيد تظلم في 2018 ما مشاش وصراحة بدا دور في واخا شي صوت المرضى قدر الله وما شاء فعل راه نيويورك سي سعيد نيويورك يداو في السرطان ديال داوا صور معايا شوف الناس سي سعيد البلاد كنقولوا حنا هاد الناس هادو كيداو في الجلد راه ما يعيطوش ليه ولكن من باب الانسانيه ورفع المعنويات عيطوا ليه المنتخب ماشي هو اللي غيعبس ولكن عيطوا ليه السيد واخا كيتداوى هما عيطوا عنده مرض مزمن السيد غير عنده الطران نزيدو حيدها راه بدا التدريب ديالو علاش السيد ما نديروش اصاحبي في لاليست علاش؟ ويقدر راه يمكن يكون في ذاك الخمسه ديال الاحتياطيين جازيو السيد لانه علاه عطى الفرق المغربيه لا شوف لا لا, لا غير اسمح لي شوف هادشي قلتي راه حتى شي واحد ما غايقول حسيت واحد شويه لانه زديتي بحال هو اللي تحسيت بشويه خاصو يكون في هذاك الديمون لا شوف دابا لا اسمح لي دابا زنيتي كون ما كانش كتب عليه الله انه ذاك العمليه الصغيره اللي دار غينوض القيل والقال دابا بحال قلتي جات هاد المناسبه ريحات والد قالوا دابا داك قلت انا تقلاوتي باقي صغير يقدر يلعب مونديال الجاي يقدر يلعب مونديال شوف انا متفق معاك ولكن غير تنقول بانه غنختاروا حيت هو ما غادي يبقالوش الفرصه باش كاس العالم ما غاتجيش غاتجي ولا تضربوا لي الحراس وندخل واحد يقول لك لا مريض السي سعيد كنقيمو زنيتي كمستوى ديالو ولا والكوب ديالو هادي راه جينا مقارنه مع التكناوسي راه كيبين زنيتي السي سعيد افضل لا في الكارير ديالو ولا في العبيد ديالو راه كان في مقابلات حاسمه وكنشوفش عطا الرجاء انا غير اللي كيبان لي السي سعيد على انه حسيت بواحد شويه ديال الظلم السي سعيد ماشي الظلم غير واحد شويه ديال شوف كيف ما كان الحال كيف ما كان الحال غدار واحد سميتو بانه السيد راه كان مريض وراه كان في لوبيتال وكان تيداوى ودار واحد العمليه صغيره غتبقى دائما غتبقى هي اللي غتبقى في الباب انا ماشي نقول لك تنعطي التبرير لانه كيف ما كان الحال غادي يولي عاوتاني وداروا الخاطر للراجا داين واحد السيد عاد خرج من السبيطار هذه ثلاث ايام ويكبروها ودار العمليه وغتولي ما عرف
معقوله وسعد باش معقوله وسعد دخلنا عليك بالله كون عيطولوش غايقول لك والسيد عاد دار عمليه وعم الله يكبروها وحنا ما عمرناش شي واحد بحالنا ما كاينش اللي غايحبس في المغرب وغادخل شي حسابات و... داتي تاعز نقول غير مشكله تاعز بالنسبه للوقت الاخيره الركراكي واحد لعبه واحد لعبه واحد نقطه زوينه كان دار ساروناس 18 باش كان المزراوني دعي واحد بونيميس وانا على ما اذكر باغي يديه وكان باقي صغير شويه عيط عليه الدعم على المونديال وخا ما لعبش اي ودار مع الخنوس داير مع الخنوس يعني زوينه يعني كتلعب على كتلعب على كتلعب على الحاضر والمستقبل مزيان مزيان القضيه زوينه عاد غير بالنسبه لبانون السيسائي صراحه حتى هو الدري هذا كان تصم في تاع 2018 مع رونالد كان يمشي كان قدم مستويات كبيره مع الراجا كان يمشي طيب شوف لا يلا سي حسين سي حسين انا غير واحد السيد صباح عيط لي يا صديق ديالي قال لي ودي راه سي سعيد اليوم الصباح الهيفتي دار لي واحد الفحص الطبي ولقى بصحه جيده الهضره بحال هكايا انا تنقول مع راسي غير هكايا الصباح يعني بمعنى انه في هذا الصباح وبقى اللائحه ما متحسماتش اكثر واو شويه عاوتاني ديال لا وهاد اللائحه الصباح وباقي على عاد تنفكروا وعاد نشوفوا وشويه ديال حتى ولو يكون مشى شافو دار له زياره حيت هادشي ديال الصباح مشى ما عنديش انا التفاصيل انا تنقول الهضره اللي تتقال واحد يكتبها وغادا الدور ياك تيتقال هادشي هذا اذا انت تظن بانه اذا الا قال له في صحه جيده ياك بمعنى انه شنو بمعنى انه الا بغيت تختاروا اختاروا ياك هادشي اللي كاين لو شوا عندك اختيار باش اذا انا علاش انا غنمشي نورط راسي ونصيفط له الطبيب وما ناخذوش اذا نقول له مريض ما شتوش كاع اصلا يلا سي حسين هادشي ديالنا واعر شكرا سي سهيل من الحسيمه سي سهيل اهلا نعم سي سهيل مرحبا بعد اولا شرف كبير انني نهضر معك مباشره مرحبا سي سهيل الله يدي الشرف لي انا والله العظيم الى شرف كبير بارك الله فيك سي بارك الله فيك والله راك اش نقول لك اي كلام قلته في حقك ما غاديش يفيدك شي اللي تستاهل الدس سعيد والله لا يخطيك لا يخطيك بارك الله فيك اليوم كتهضروا على المنتخب سميتو اييه الحلقه وانا الكلمه اللي نقدر نقول زعما نعطيو الفرصه للوليد الركراكي ونخليه يخدم شغله وما زعما ما نفتنوش نخليه يخدم شغله باش حيت دابا ما بقى والو ما عندناش الوقت كثير عندنا غير شي ما نعرفش ما بقى والو وخصنا ضروري حنا اش نديرو هو نشجعو ونعطيو داك الثقه اللي تما زعما ما نضيقوش عليه ونخليه اي نخليه يخدم مرتاح هو تيظهر بانه راه غيلقى الدعم دابا كاين الدعم حتى هو غادي يقرا من خلال هذه المواقع التواصل التي تدخل لها ولا تجي شي في تقارير حولها غيلقى بان راك تقريبا ماشي غنقول الاجماع ولكن الاغلبيه ديال الناس متفقين على هذه اللائحه ما تنظنش بانه كاين ناس غيقول لها هذه اللائحه ما مزيانهش هي و لائحه في مستوى دراري يعني تبارك الله دراري في مستوى كل شيء في مستوى وكره دابا الكره في العالم طورت في العالم كامل دابا حنا غنشوفوا غير المنتخب سميتو اخر كاس العالم في 2018 مستوى رائع وخرجنا براسنا مرفوع ودابا هاد العام حتى هاد العام عندنا الدراري في المستوى والسي وليد حتى هو في المستوى وحنا خصنا نشجعوا وما نقولوش شي حاجه اي والله يكمل بخير الله يكمل بخير سي سهيل باقي عندي جوج ديال المكالمات جوج اللي بقاو غادي ناخذ معايا السي عبد الهادي من اسفي السي عبد الهادي مساء الخير السلام عليكم سي سهيل عليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك سيدي بالنسبه لي انا التشكيله اللي عطانا سي وليد هي منطقيه بالنسبه للمئويه كبيره حنا كجمهور مغربي خاصنا نساو شويه الانتماءات الكرويه في المنتخب حنا دابا خاصنا نساندو المنتخب المغربي والمدرب وكنتمنوا من المنتخب ما يمشيش واحد مركب نقص المونديال حنا كفريق فريق كنشوفوا عندنا لاعبين في مستوى يعني لعابه اللي كيلعبوا زادوا قلقوا في ديار المهجر وعندهم تجربه اوروبيه وعندهم عندهم في رجليهم كما تيقولوا واختيار اختار وليد الركراكي كتبقى منطقيه يعني بواحد النسبه مئويه كبيره لان كنشوفوا السي وليد داز كويري وكيعرف الكويري يعني لا شتي بوست بار بوست كتشوف يعني اللعاب
كيستاهل هذيك البلاصه اللي عطاها السي وليد. لهذا كنطلب من الجمهور انه يساند المنتخب الوطني ويساند الاطار الوطني باش يكون نجاح مغربي 100% ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سي سعيد والسلام عليكم والله. شكرا لك شكرا لك السي عبد الهادي. مشينا عند سي هشام من مكناس. سي هشام مساء الخير. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. شويه الحمد لله. كنت باغي نهضر معك. اسمح لي باقي ناخذ شي مكالمه. الا كاين شي مكالمه ناخذها ما فيها بس. سي هشام واخا استاذ تفضل. قلت لك على التشكيله اللي اختار سير كراكي بالنسبه لي 93% مزيانه مزيانه تقريبا كامله. ونجاوب على واحد السيد قال علاش اختار بنات بلاص سامي ماي. حيتاش سامي ماي تقصح. صح رايت سامي ماي. هذه الاولى. ثاني حاجه اللي كتهضر الله رحيمي كنت موني الحدادي كون ندير شي شويه عليه ديال نقول له لا انت هذا ما انتاش وما كاينش ما تحيد هاد الخمسه ديال ليزاتاكون جوج اربعه ديال الاجنحه وثلاثه ديال ليزاتاكون تقريبا كلهم مزيان ابار شويه سميتو هذاك النصيري النصير هو اللي شي شويه عليه ديال هذا. انا بانت لي التشكيله حقيقه الله مثاليه مثاليه. واحد اللي تيخلعني هو سايس شي شويه بان لي النيفو ديالهم شويه هو اللي تيخلعني. اما ابار هادو يبان لي كلشي مزيان غير ندعمو السي والدني يكون خير ان شاء الله. يسهل الله. يلا شكرا لك سي هشام بارك الله فيك. سي هشام مشي عند سي محمد من مراكش. سي محمد مساء الخير. مساء الخير اخويا كي داير لاباس؟ مساء الخير لاباس فيك. عافاك اتصلت بكم على حساب اللائحه ديال المنتخب الوطني. اييه بالنسبه للائحه اللي استدعى السي وليد الركراكي راه لائحه على ما اظن منطقيه. وبالنسبه للعابه اللي استدعى من اليوم محليا عندك يحيى جبران ولا يحيى عطيه الله ولا التقناوي حتى هما حيت هذوك اللعابه هما اللي كاينين حاليا في المغرب في المستوى اللي قدر مثلا انهم يشرفوا مثلا البطوله الوطنيه. ونتأكد على واحد النقطة وأننا خصنا نشجعوا السي وليد الركراكي لأن هذه فرصة لأن احنا من هذوك الخمسة المنتخبات اللي تأهلوا في إفريقيا خصنا نعطيو السي وليد الركراكي نعطيو واحد الفرصة. والشعور المهم في هذا الشيء هو التشجيع نشجعوا السي وليد الركراكي ونشجعوا كاع المنظومة الكروية في المغرب باش أننا ما نبقاوش غير كننتقدوا الفريق الوطني راه ما دارش راه هذا كاس العالم وعندنا واحد امامنا واحد سميتو واحد المنحه كيوا صعيب وخصنا نساندو السي وليد الركراكي لانه راه ان شاء الله ان شاء الله. سي محمد شكرا. سي محمد نمشي بسرعه عند سي سعيد من الدار البيضاء. سي سعيد مساء الخير. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام سي سعيد. بارك الله فيك بارك الله فيك. انا التشكيل اللي شفت انا بحال كاين اجهيات ماشي زعما 100% ماشي 100% ديمقراطيه في هذه التشكيله ديال المنتخب المغربي. شو فيها؟ ما عارف واش الوداد هي اللي كاينه في المغرب ما كاينه 16 فرقه واش الوداد اللي عندها العاده الوداد بوحده في على الصعيد الوطني ولا الصعيد الافريقي هي اللي كاينه ثلاثه اللعابه من الوداد ما طرب ولا شحال لا الرجاء لا الجيش دابا ولات بخير. شكون اللي غنديو من الجيش مثلا؟ يلا ما كاين حتى مشكل. هذاك اللي كنعيطوا له شحال هذه حيدوه. شكون هو؟ المهم باش ما نشدكش ما شالك بحال السي سعيد. لا 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 لا, لا. شوف دابا شوف الواحد تيكون شوف الواحد تيبغي يعارض ولكن ما عنده شيء. لا دابا شوف انا ما تنحملش ذاك الهضره ديال هضره فوق هضره. دابا سولتك قلتي هي الجيش. اسمح لي يا سي سعيد. ماشي سي سعيد ماشي الهضره فوق الهضره ولكن واش دابا الوداد اللي عندها هذه العاده هي اللي عندها هذه اللعبه؟ ارتحتي مع راسك؟ هي بوحدها هي اللي بوحدها عندها. زيد ارتحتي؟ نتمنى لهم خساره الله صافي. لا سي سعيد اسمح لي. لا شوف شوف هذا ماشي اسلوب لان ما تمديش خساره لي انا ختمت لبلادك وما تنظنش بانه انت دابا مع راسك غتقول من لا قول شي حاجه اللي هي مزيانه لان احنا ما تنذكروش دابا احنا على الوداد وعلى الرجاء. الرجاء والوداد على راسنا وعينا والفرق ديال المغرب كاملين تنذكروا على فريق وطني. الا انت ما عندك شيء هذا يعني هذا الاحساس بهذا الشكل هكايا من الاحسن لا تعيط انت حيت يمكن الصوت ديالك ما عمرني سمعت منه شي حاجه فيها اللي هي ايجابي. كل شيء سلبي من حقك ما كاين حتى مشكل ولكن ما نطعنوا شيء في الناس. انا لما قلت لي فريق الجيش الملكي ولا الجيش الملكي قرب منه ليك لانه تنعرفه مزيان وفريق اللي لعبت فيه
قلت لك عطيني اسم خطيتي تهضر ليا في الهضره. انا تنحاول نمشي نكون منطقي. الا شي واحد جبد لي شي حاجه تقول له ها المقابل ديالها منين تنشوفوا ما مشاش داك المقابل تنعرفوا بانه باغي يقول كلام الف يا الوجهيات محشومه. لا فريق وطني المغرب هذا راه كاين تخيل تما كاين واحد الرايه حمراء فيها نجمه خضراء راه ما فيهاش لا والد الركراكي ولا حكيمي ولا رحيم ولا حتى شي واحد. حنا هاكا كبرنا فريق الوطني الاسم ديال البلاد ما تمناش الخسارة لبلادك. سي كريم من اسبانيا. سي كريم سي كريم سيدي سيدي كريم مرحبا. هذه ثاني مره وانا كنعيط لك من الغيا اخويا والله الا الله يحسن عوانك والله الا بغيت لا ما كاين مشكل كاين الناس بحال هاد الشكل هاد النوعيه ولكن الناس راه تفهموا. انا خويا بغيت نختم معك بواحد هادي زعما هاد الناس كلش كيهضروا بان هاد المنتخب باش درناه باش تكون هاد اييه بشق الانفس كان مجهود كبير ديال السي وليد وهذوك الناس اللي معاه السي بن محمود وهادي 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 خصنا غير نقول لهم الله يسخر الله يسخر الله يسخر الله يسخر هادشي اللي نقول له علاش حنا هذا الغال غال غال والله يسهل الامور هادشي اللي نقول لك. شكرا سي كريم غير باش نقول نعم. وثاني حاجه ولدي حدايا بغى يقول لك النتيجه ديال كرواتيا كرواتيا ماريكو كوانتو 3-1 صافي سمعتي ان شاء الله الله يسخر الله يسخر. شكرا لك سي كريم بارك الله فيك بارك الله فيك. اذا شكرا للمستمعين اللي عندي قاش بحال هذا الشكل ولكن الانسان دابا شكرا سي سعيد اللي هضر انا متيقن بانه غادي يكون غايقول واش قلت انا يعني مع مش نخاطب المغاربه كاملين واش المغاربه كلهم غايكونوا متفقين مع بهذا الشيء اللي قال ما عرف الله ما عرفش قال يخسروا ولا ما يخسروا ماشي الكلام ديالك هو اللي غادي يمشي. اعطي رايك ما كاين حتى مشكل ولكن ما الواحد تيقول لك واحد الملاحظه قلتي كاين لعابه واش ما كاينش الجيش قلت لك اعطيني شي حاجه من الجيش ما قديش تعطي تسميه وغتنوض دور لا انا ملي تيقول لي شي واحد ما عجبنيش نقول شكون اللي ما عجبكش رانا ضد داك العاميه ديال داك الشيء غير بحال اللي تيقول لي شي واحد المنظومه تقول له شرح لي المنظومه باش نفهمها اما اللوح غير الكلام هكا داك الشيء الفاق اللي ما عمرك تشدو ما عنديش معايا انا. طيب انا غير باش نختم التشكيله ديال اليوم ديال الفريق الوطني المغربي اللي غادا تمشي الكاس العالم تيبان بانه وليد الركراكي والسطاف اللي كان معاه خدموا عليها لمدة طويلة بمعنى أنه هاد اللائحة ما تكون هي إلا نتيجة لمجموعة من اللوائح اللي كانت تتصاوب وتضرب على هذه وتضرب على هذه بناء على ياش ماشي بناء باش نلقى التوازن منين هذا ومنين هذا هذا الشيء ما تنظنش يكون دخل اللي غادي يتحكم في هاد اللائحة هو الطبيعة ديال المقابلات وكيفاش غادي يلعبوهم وايضا نمشيو بتوازن مع الامكانيات اللي عندنا لما غادي نلقاو تسعود ديال المهاجمين بمعنى انه عندنا واحد الفائض من اللاعبين ديال الخط الامامي حتى اننا سمحنا في الحدادي وفي رحيمي وفي مايي اضافه عاد الشيء اللي ما كاينش اي انه خاصنا ندير واحد نوع من التوازن. شنو هو التوازن؟ هو انه ما نسمحوش في لاعبين مزيانين إذن ها حنا لاعبين مزيانين وما ديناهم شيء. علاش؟ لأنه بالنسبة لوليد الركراكي وبالنسبة للسطاف ديالو كاين اللي هما أفضل بالنسبة للخط الأمامي راه عندنا فيه تسعود ديال المهاجمين. إذن هاد التوازن اللي دار على مستوى الفريق الوطني بان لينا من خلال تسعود اللعابة ديال الخط الأمامي ومشينا لوسط الميدان اللي فيه فقط ستة ديال اللاعبين علما بأنه كاين منتخبات اللي دايرين ثمانية ديال اللاعبين ديال وسط الميدان. أي أنه ما غتلقاش يوم اشكال حتى انه ضفنا لاعب اخر اللي هو بلال الخنوس اللي هو لاعب حارس لاعب اللي عنده 18 سنه اي انه ما عندناش اشكال في وسط الميدان. اللاعبين الرسميين يقدروا يكونوا باينين واللاعبين اللي يعوضوا ما كاين مشكل. بقى لنا الاشكال ديال الدفاع. الدفاع بالنسبه للربعه اللي كاينين لا نقاش فيهم هادو الاساسيين لي مزراوي لي حكيمي لي سايس ثم اقرد لانه رجع تيبقى شنو غنضيفو مبدئيا تيخصك دير كل لاعب قبلته شي واحد. الظهير الايمن عندنا يلاه واحد خلينا نقول جوج لانه مزراوي راه ظهير ايمن ولكن لما تلعبو في اليسر تنعتبر الان في اليسر وعندو الرقم جوج اللي هو عطيت الله. تيبقى دائما الاشكال محلول لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اللي تصاب فيهم لا قدر الله اللي تصاب فيهم كاين له التعويض. صحيح انه التعويض ديال واحد ماشي بحال
التعويض ديال الجوج، ولكن ما عندنا شي اشكال. حكيمي ما كاينش شي، كاين مزراوي تيرجع اليمين حاطط الله تمشي اليسار، ما كاينش شي مزراوي راه كاين حكيمي، ما غنطلبوا شي، ما نكونوا شي لهذ الدرجه. حنا غنبقاو نقولوا غيتصابونا اللعب كامله، لانه كاملين، لانه لا يعلم الغيب الا الله، ولكن نطلبوا الله لكل شيء يكون بخير. بالنسبه للوسط ديال الدفاع، هنا فين عندنا لاعبين كثار. هاد اللاعبين الكثار اللي عندنا، الا عندنا جوج اساسيين على اساس انه غنلعبوا اربعه ديال المدافعين، ولكن شكون اللي ضمن؟ حنا ما عارفين شي الطريقه باش باغي يلعب وليد الركراكي، واش بخمسه ديال المدافعين، واش بثلاثه، واش باربعه. المهم كاين واحد الفائض، انا تيبان ليا كاين واحد النوع من التوازن، وحتى بالنسبه للخط الامامي العوده ديال حمد الله ريحات الجمهور، وهو اقتنع، يمكن اقتنع، راه ماشي بين عن الاعتذار، حيت الاعتذار هذه مساله تخص حمد الله بوحدو، هو اللي عارف شنو النقاش اللي كان عنده مع المسؤولين او شنو دار مع المسؤولين، هذه ما عندها علاقه. حمد الله غادي يكون وليد الركراكي اقتنع بانه بالمستوى ديالو حاليا، حيت هو كان هضر معاه بالمستوى ديالو حاليا، تيبان له بانه ممكن يكون حل ثالث، ماشي الحل الاول وثاني وثالث. علاش؟ على حسب الطريقه باش غنلعبوا، لانه الطريقه باش تيلعب حمد الله ماشي هي الطريقه ديال النصيري، وماشي هي الطريقه ديال الشديره، اي انه اي اسلوب بغينا نلعبوا به ممكن يلقى واحد اللاعب اللي ممكن يبان له بانه مثلا ايوب الكعبي اللعب ديالو شبيه بالنصيري، ما عندي ما ندير بجوج كيف كيف، اذا ندي واحد اخر باسلوب اخر. هذه هي القراءه، لانه وليد الركراكي تيدي واحد على حساب المؤهلات ديالو، على حساب الاستعداد ديالو، فما تنظنش بانه كاين اعتبارات اخرى. الناس اللي غيقولوا لا هذا الفريق ما هذا الفريق، لا اعتقد بانه مدرب في حجم وليد الركراكي اللي تربى في الاحتراف ولعب مع الفريق الوطني غيدخل في الاعتبار ديالو شي امور بعيده عن الجاهزيه. انا بالنسبه ليا الامنيه ديالي انه هذا الفريق هذا ما يخرجش بدون نتيجه في كاس العالم، علاش؟ لان كاينه امكانيات، ما بقاو تخيلوا بلجيكا وتشد الخلعه، لانه عندنا لعابه فيه تلعبوا على اعلى مستوى، ما نشوفوش شي كرواتيا يبان فيها مودريتش وكوفاتيتش، لا، يبان لنا ان فريق وطني بامكانه انه ينافس. وتنقولها ونعاودها، اللي تيهمني انا بالنسبه لكاس العالم نديروا مقابلات كبيره، وتيهمني انا كاس افريقيا بالدرجه الاولى، ولكن نقدموا مباريات كبيره، وحتى اللي بغى يربحنا يربحنا خصو يعرق وينشف، ماشي غيدير يربحنا غير هكاك، لانه هما حيت سميتهم كرواتيا وسميتهم بلجيكا، وما نساوش كندا. العناصر اللي عندنا بامكانها ماشي تخلق المفاجاه، بامكانها دير مقابله الند للند مع اي منتخب، شريطه انهم يكونوا جاهزين، واللي غادي يدخل راه بحال دخلوا 26، ما كاينش اللي غادي يدخل لا علاش ما ندخلش انا. الا كانت بيناتنا واحد اللعابه اول المساندين هما داك ال 15 اللي في الكرسي الاحتياط، اللعابه المسؤولين ما نذكروش عليهم، اذا اول المساندين هما هذوك ال 15، كون على يقين انه الفريق الوطني ممكن يقدم كاس العالم من المستوى الرفيع. اذا مجموعه يعني متكافئه متوازنه، يبدو ان الجميع متفق على ان اختيارات كانت عن بدراسه عميقه. ما بقى لنا الا نتمنوا التوفيق للفريق الوطني. شكرا لكم، الى اللقاء.